طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني مجرد ونسة، يعني واحد من الشباب أو واحد يعني زهجان من البرنامج بتاعنا ده، فقال يا أخي دي مجرد ونسة. طبعا نحن عاملين أصلا مجرد ونسة يعني، فأصلا نحن يا جماعة في النهاية الواحد بيرجع لأصله. نحن حياتنا كلها مبنية على الونسة. يعني انت مثلا لو دارت تتزوج مثلا بتقعد تتونس مع ناس البيت، تتونس مع زول صاحبك، تتونس بعد شويه الافكار بتتلاقح، عايز تعمل لك بيزنس نفس الطريقه، عايز تقرا نفس الطريقه. يعني انا شخصيا السبب اللي طلعني من السودان ونسه مع اصحابي، بنتونس كده وبناكل في برتقال وكده، جات الحته بتاعت انه احنا ما نمشي نتنقل برا، وفعلا من هناك يعني. فمرحب بكم يا جماعه، مرحب بكم في ونسه على دروب النجاح، البرنامج الشيق الذي يعني نبث لكم عبر منصة الباحثين السودانيين، المنصة العلمية الضخمة وبمشاريع وبعنفوانة يعني حاجة جميلة يعني. فبدعو كل الناس يا جماعة المعانا في منصة الباحثين السودانيين الأعضاء يعني يستفيدوا من المنصة دي، لأن المنصة دي فيها خبراء أكثر، يعني فيها آلاف الخبراء في كل مجال، أي مجال يعني إنك أنت عايز تدرسه أو تطرقه بتلقى فيه على الأقل بتلقى لك 200 300 خبير. قال يا جماعة المنصة بتاعتنا حتكون مع أنثى، ويعني ده امتداد لاحتفالاتنا بتمجيد المرأة وب يعني الاحتفاء بالمرأة وخاصة المرأة السودانية. فالليلة يا جماعة هنستضيف الأستاذة سارة أبو صغرة. سارة طبعا يا جماعة يعني مستشارة تطوير الأعمال، عندها ماجستير تطوير الأعمال من جامعة في السويد. أنا بس بقول لهم مختطفات، بعدين بتجي بتديهم تحط لهم النقاط في الحروف. وبرضو عندها ماجستير إدارة المشاريع من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في السودان، وخريجة بكالوريوس الأحفاد، بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الأحفاد العريقة. مرحب بك سارة. أهلا ياسين، مرحب بك ومرحب بالناس اللي بتابعوا فينا. أنا سارة أبو صقرة يا ياسين. أوكي. مرحب بك سارة، وعفوا على الله يعافيك إن شاء الله. أنا سارة أبو صقرة، أنا درست فعلا في جامعة الأحفاد، درست إدارة أعمال، عملت ماجستير MBA في جامعة مامون حميدة، تخصصت إدارة مشاريع. حاليا في آخر سيمستر لي في السويد في جامعة أوميو، بدرس Business Development and Internationalization اللي هو تطوير أعمال وتدوير زي ما قلت أنت. إن شاء الله تكون حلقة مفيدة وحلقة ظريفة كده ودمها خفيف والناس يستفيدوا منها. نعم، الله يديك العافية. أول حاجة طبعا بنشكرك، ونيابة عن مبادرة الباحثين السودانيين نقدم لك يعني الشكر والتقدير إنك أنت لبيتي الدعوة بتاعتنا، وعارفين يعني ظروفك وال يعني المشاغل بتاعتك يعني. فيعني أول حاجة طبعا يعني الحاجة الجميلة يا جماعة، أول مرة يتعمل فيديو للبرنامج ده يعني، وطبعا ده عمله سارة يعني. فكان عندها ورا الموضوع ده كان عندها حاجة يعني بعدين حنتكلم عنها. طيب قبل نحن ما نمشي في الرحلة الجميلة دي، نحن نعرف ذاته سارة أبو صقرة دي منه. أوكي طيب، أنا سارة عباس عبد الله محمد أحمد أبو صقرة. والدتي إنصاف أحمد عبد الرحيم، أمي وأبوي دول طبعا عندهم قصة ظريفة جدا يا ياسين، أنا بالنسبة لي يعني بتمثل قيمة كبيرة كده في حياتي، ممكن تكون هي الإيحاء الأساسي بتاعي المخليني دايرة أنجح ودايرة أجتهد وكده. فأنا والدي ووالدتي هم اتلاقوا، كان والدي بيدرس طب أسنان في جامعة بغداد في العراق، ووالدتي كانت بتدرس في نفس الجامعة علوم كيمياء، فاتلاقوا في الجامعة وحبوا بعض وقرروا إنهم هم عايزين يتزوجوا.
والدي كان من أسرة متواضعة كده، أسرة بسيطة يعني، لكن زول مجتهد، ويعني المهم شق طريقه لحد لما وصل للمرحلة دي. النقيض تماما كانت والدتي، يعني أهلها كانوا أسرة وضعهم كويس جدا، وزولة بدعومة وكده. فالقصة بتاعت زواجهم دي كان فيها تحدي كبير شديد. المهم في النهاية كده الناس ديل يعني قدروا إنهم يفرضوا الحاجة دي على كل اللي حولهم ويتزوجوا وهم طلبة لسه. فبعد ذاك بدأ يعني بدأ مشوار الحياة بتاعهم، واللي هو كنا النتيجة بتاعته أنا إحنا كلنا أربعة، أنا وأخواني. بعد ذاك شكل حياتهم ذاته كان فيه تحديات كبيرة شديد. فأنا كنت انترست جدا، يعني أنا كنت بتابع كل التفاصيل في أسرتي دي، بعاين كثير لوالدتي، بشوف يعني مثلا إنه أنا والدتي زولة صبورة جدا، ويعني معطاءة كده بلا حدود زي كل النساء السودانيات. كانت دائما عندها يعني عندها حاجه كده مهمه شديد، دي رقم واحد في الحياه. كانت مصره انه احنا لازم نتعلم كويس شديد انا واخواني مهما كانت الثمن. نفس الاصرار ده كان عند والدي، حتى كان بيجيه انتقاد من الناس اللي حوله انه ما لازم يقروا في مدارس بقروش، ما لازم يقروا في جامعات بقروش، انت ده شو بتعمل فيه ده. فكان دائما بيصر انه لا، اولادي ديل هم الاستثمار في حياتي، لازم ينجحوا. كنت بتابع التفاصيل اللي كنت بشوف معاناة والدي في مرحلة معينة، عشان عايز نحن نقرأ أحسن قراءة. فلحد اللحظة دي مثلا يعني أنا بشوف إنه والدي ده زول عنيد جدا، عايز يعمل حاجات كتير وعايز يعمل حاجات كويسة، في حين إنه مثلا زول في عمره خلاص إنه أنا كبرت كده أرتاح وبتاع، لا، لكن هو عنده أفكار دايما دايما عايز يعمل، عايز طب ما نجرب كده. طيب يا ساره، لحد الليله ساره اسمع، انا جاتني فكره ما نستثمر في الحاجه الفلانيه. فدايما عنده افكار، دايما مصر، دايما هو مصر انه عنده لسه القدره على العطاء. فالحين بالنسبه لي انسبايرنج جدا صراحه. وات ذا سيم تايم برضه والدتي بشوف اتعلمت منها كثير، من اتعلمت الصبر، اتعلمت برضه الاصرار. هي دايما بتصير عندها مبادئ معينه بتصير عليها. ف يعني أنا عندي إيمان قوي كده وراسخ إنه في حاجات بسيطة في تفاصيل حياتنا لو إحنا ركزنا معاها بتخلق مننا أشخاص مختلفين شديد. وما بعرف إنه ممكن إنه جزء كبير من الناس منتبه لها وممكن جزء ما منتبه لها. بعد ذاك إنه يس دخلت، أنا درست في مدرسة حكومية في الدام، درست في مدرسة اسمها شريفة سالم، اتخرجت من شريفة سالم دخلت مدرسة اسمها المنار. خلصت في المنار، كنت بليدة جدا. ففي سنة ثالثة قام المدير بتاع المدرسة قرر، أنا ومعاي كم واحدة كده ربنا يرحمه بروف عبد الجليل، قررنا ان احنا المفروض نمتحن باسم المدرسه لانه احنا هنسقط وحنشوي سمعه المدرسه. ف امتحنا فعلا باسم مدرسه ثانيه ونجحنا. انا دخلت جامعه الخرطوم، دخلت سكول اوف ماس، دخلت جامعه الخرطوم لانه ابوي كان عايز انا ادخل جامعه الخرطوم. طيب دقيقه، قبل ما نمشي للحته بتاعت الجامعه دي، اول حاجه شكرا لكل الشباب اللي معانا في اللايف في الفيسبوك وبرسلوا لك التحايا وكده، واخونا سعد ادم قال لك قصه والديك ملهمه جدا استاذه ساره. طيب يعني انا شخصيا انا استاذ، يعني لما بقول لها طلبتي بقول لهم ما في زول بليد، تمام؟ يعني ما في زول ربنا كده خلقه بليد، لكن الزول يعرف انه يعني كيف يمشي في الرايت تراك. طيب بالزبط. انت من حين مشيت والله انت بليده وما تمتحنوا، يعني خلاص خدتها لكم عديل، خدتها لكم قرض المدير، يعني ممكن اشوف لكم حته ثانيه. طيب ايوه، الحاجه دي ما اثرت عليكم يعني سلبا؟ يعني انا عن نفسي ما اثرت علي. انا على فكره الحمد لله انا محظوظه جدا انه امي وابوي مؤمنين بي جدا. يا ياسين انا واخواني عندهم ايمان مطلق كده بينا، ف في أي حاجة بتحصل لنا فيها يا هل اللمحة البسيطة بتاعت الفشل دي، أنت فشلت أنت فاشل، بيكونوا هم أول ناس قدامنا نحن بيوروك إنه لا أنت ما فاشل. أنا دائما يعني كانوا بيعملوا لي سبورت قوي جدا، أنت ما فاشلة، أنت زولة مبدعة، أنت ذكية، أنت بتقدري.
كان في زول عنده تأثير قوي جدا علي، زوج خالتي الله يرحمه اسمه مصطفى حسين عمران. كان دائما بيقول لي كلمة، أنا حقيقي الحاجة دي دائما بتجي في راسي. كان كل لما نقعد في مجتمع كبير كده بيقول للناس، بيقول لهم سارة دي في يوم من الأيام حتكون زول بيغير حاجات كثيرة في واقع السودان. في وقتها طبعا ده كلام كبير، ولحد هسه بالنسبة لي ده كلام كبير شديد، لكن الحاجة دي كانت بتعمل لي انسبيريشن ما طبيعي. كانت بتديني ثقة قوية جدا في نفسي، يس أنا بقدر، أنا بقدر، ما دام هم شايفين أنا بقدر معناها أنا بقدر. فموضوع إني أنا أحبط عشان هو قرر إنه أنا يعني ممكن أسقط وكده، لا، الحاجة دي ما حصلت لي. كان دايما أمي وأبوي في ظهري، كانوا دايما بيدعموني. فامتحنا أهو الحمد لله ودخلت جامعة الخرطوم. دخلت جامعة الخرطوم، دخلت سكول أوف ماس، وأنا ما بعرف عن سكول أوف ماس حاجة. زول 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 بليد زول زول بليد يخش سكول اوف ماس يعني دي سكول أوف ماس كلية العباقرة. حرفيا أنا ما كنت بعرف عن سكول أوف ماس أي حاجة. لما قدمت كانت رغبتي الأولى إدارة أعمال، بعديها قانون، بعديها سكول أوف ماس. فلسوء الحظ خدوني في سكول أوف ماس. في سكول أوف ماس ما نجحت، فشلت برضو السنة الأولى، السنة الثانية ربتت، السنة الثالثة شلت مواد، شلت 3 مواد. ففي وقتها هنا تحديدا في الحتة دي جاء القرار اللي غير حياتي كلها. كنت قاعدة بتذكر الحاجة زي كأنها حصلت يعني امبارح. كنت قاعدة بتونس مع واحد من زملائي، ويعني مكتئبة كده انه طب انا ما نجحت وممكن ما انجح وبتاع. قال لي يا سارة انت عايزة شنو؟ قلت يا اخي انا عايزة اقرا مانجمنت. قال لي خمشي الاحفاد، الاحفاد دي ذاتها بتشبهك. حرفيا قال لي الكلام ده، الكلام ده بالضبط يا ياسين له هسي 18 سنة. سوري مش له 15 سنة. فقال لي الكلام ده تاني يوم، انا بدون ما ارجع لناس بيتنا او احكي اي قصة، شلت ورقين من جامعة الخرطوم مشيت حولت الاحفاد ادارة اعمال. بعد ما حولت مشيت البيت لامي وابوي، قلت لهم اسمعوا انا حولت الاحفاد. كنت متوقع طبعا انه حتكون في ثوره في البيت، نعم واختي الاكبر مني زوله بتقرا في طب، يعني هو كيف انت فشلتي في جامعه الخرطوم ماشي الاحفاد وبتاع. فابوي رد علي قال لي محل ما حاسه نفسك حتنجحي امشي. ببساطه شديده الموضوع مشى ببساطه شديده. ففعلا الحمد لله مشيت الاحفاد. اول سنه جيت رابعه الدفعه، فبتذكر يوم النتيجة وأنا راجعة نزلني الترحيل بتاع الجامعة، لقيت والدي برا في الشارع قاعد. فقمت نزلت ودخلت جوا، هو ووالدتي، قمت قلت لهم خش معانا جيت رابعة الدفعة. الاثنين كانوا بيبكوا في وقتها، بكوا. الحاجة دي أثرت فيني شديد صراحة، وبقيت خلاص طب إنه الناس زي اللي أنا قاعدة أقدر أفرحهم، معناه ممكن أفرحهم أكتر لسه. فالحمد لله في الأحفاد مشيت كويس شديد واتخرجت، واتخرجت نجحت الحمد لله نجاح كويس. بعديها يا هو بدأت اشتغلت. يعني رائع يعني والله يعني حاجه جميله يعني انه يعني ناس من الحته دي ان احنا نقدر نطلع. قبل ما ذلك اقول لك البصمه بتاعت الاحفاد شنو، لانه الاحفاد عندها بصمه. يعني قبل ما ذلك من الحته دي الغير حياتك الاصرار ولا يس زميل الدراسه؟ الإصرار. أنا من زمن طويل جدا في العادة بأخذ لنفسي هدف يا ياسين. دائما عندي أحلام بحولها لأهداف. الحلم ده ما هو بتاع الناس ما ممكن نقول الكسلانين، لكن الحلم عاجز، الحلم ما عنده رجلين بيمشي بيها، ولا إنه طيرة كده عندها جناحات بشيلك ويطير بيك. الحلم لو ما ترجمته حولته لهدف محسوب بواحد اثنين ثلاثة ما حيبقى واقع. فأنا عندي أحلام من وأنا صغيرة، عندي أحلام بتخيل نفسي في وضع معين، لكن دايما بسعى إنه طب الحلم ده أنا هحوله لهدف كيف وحصل لهدفي كيف. واحدة من الحاجات اللي بتذكرها جدا إنه كنت لما أكون راجعة من الجامعة بنقطع بكوبري الفتحات، فبعاين في البرج بتاع بترودار
وانا ما عارف البرج ده بتاع شنو. بقول لصاحباتي شوفوا انا لما اتخرج حاشتغل هنا، فبيقول بالله عليك الله بالله يا ساره خلينا تشتغلي هنا واسطتك، يعني عاملين الموضوع ضحكه. شاءت الاقدار انه انا اول وظيفه اشتغلتها في بترودان، لحد لما طلعت من السودان، لحد لما حاليا انا قاعده في السويد، استقلت من شغلي وجيت هنا السويد. ما في حاجة مستحيلة، بس حدد هدف وأمشي عليه. تمام جدا، يعني الحاجات جميلة جدا. هسه نحن ماشيين مع الإصرار وماشيين مع الهدف وماشيين، يعني ماشيين على هدفنا شوية شوية. طيب أيوه. بصمة الأحفاد شنو؟ الأحفاد، المجتمع بتاع الأحفاد، الفكرة بتاعتي إنك قاعد في مجتمع كله نساء، و المستوى بتاع الحريات بتاعتك، بتقدر تعبر، بتقدر تشارك، بتقدر تقول الأفكار. في الأحفاد ده بتذكر في سنة ثالثة مشيت المكتب بتاع عميدة الكلية بتاعة مانجمنت، دكتورة سمية الزين، إنسانة لطيفة جدا على فكرة، زودي وسبورتيف بطريقة ما طبيعية. فجأة كده بنت قليصة كده جات داخل المكتب وتاخد، اسمعي الشكل بتاع الساحة بتاعت الكلية ده ما مناسب، احنا عايزين نغيره. فبتذكر قعدت كده قالت لي ده تغيري كيف؟ قلت لها انا حالم قروش من البنات وحنغيره. وفعلا قمنا اتحركنا كده بتاع، وجبنا بوهية وزهور بتاع وغيرته. ما في زول قال لي لا، ولا وامشي جيبي ورقة من الإدارة وامشي جيبي، لا امشي اعمل الدايرة ورينا بتقدري تعمل شنو. فالأحفاد ادتني ثقة اكتر في نفسي كده. كان عندي فيها نشاطات اجتماعية كويسة شديد جوا الجامعة، كنت بشارك في كامبينز كثيرة جوا الجامعة. لما اتخرجت الحمد لله أخذت جائزة اسمها جائزة أميز خريجة، فالجائزة دي إنه حتى الفراشين في الجامعة بيصوتوا لك، يعني بيقولوا فلان ده إحنا عايزينه. ففي الأحفاد أنا اتعلمت كثير، ثقتي في نفسي زادت، ثقتي في قدراتي زادت، عرفت يعني شنو إنك أنت تخلي حولك يسمعوا لك. أنا دائما يعني بفكر بصوت عالي إنه عندي فكرة عايزة أعملها، أنا عايزة أعمل الفكرة دي. فكانت فيها مساحات بتاعت حرية كبيرة شديد عشان أنت تجرب. اتعلمت في الأحفاد إنه جرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بتفشل في النهاية الأمور حتمشي، الفشل ده ذاته بيكون بالنسبة لك حاجة كويسة عشان أنت تمشي لقدام. فأنا بالنسبة لي الأحفاد كانت نقطة تحول كبيرة شديد في حياتي. روعة والله روعة، شكرا شكرا. يعني عبرك نحيي الأحفاد وكل خريجات الأحفاد وكل الناس اللي بيقروا في الأحفاد، يعني يعني مفخرة للسودان حقيقة، يعني جامعة الأحفاد يعني. طيب سارة اتخرجت وشالت ورقة ونزلت سوق العمل، أول مشكلة واجهتك؟ طيب أنا دايرة أقول حاجة مهمة، وأنا في الأحفاد اشتغلت بياعة في مكتبة يا ياسين، وأنا ببيع في المكتبة جزول شايل ورقة مكتوب فيها حاجات عايزينها أولاده ومكتوبة بالإنجليزي. فقمت أنا شلت منه الورقة وأديته الحاجات، فهو وقف قال لي أنت بتعرفي إنجليزي من وين؟ قلت له يا أخي أنا بدرس في الأحفاد. قال لي أسمعي، تجي تشتغلي معي؟ قلت له جدا، انت شغال وين، شغلك شنو؟ فهو كان الامين العام بتاع حاجه اسمها المجلس الاعلى للاستثمار. ف تاني يوم اتحولت من اني بياعه في مكتبه لاني انا السكرتيره بتاعت الامين العام للمجلس الاعلى للاستثمار، اللي هو ده تابع لرئاسه الجمهوريه. ف المهم يعني ممكن قبل انا كنت بضحك في واحد من اصحابي بالقصه دي، ده حاولت من انا كنت بطلع من البيت بمشي كداري للمكتبه واقعد في المكتبه وابيع وقلم وبتاع واكون معلقه كده برتب لي في رفوف، لانه انا في سواق بيجي بسوقني وعندي وجبه كده باكلها رفاهيه شديده وعندي مرتب محترم باخده وبتاع. فالفكره انه انا جربت حاجات كثيره صعبه، اشتغلت بياعه في مكتبه، اشتغلت شغلانات كثيره شديد، لكن كانت عندي ثقة إنه أنا حأنجح، أنا داير أنجح، أنا حأمشي في الدرب الصعب وبصل في النهاية للشيء اللي أنا دايره. فما كنت بتكبر على الحاجات، نو، بعمل أي شيء بتعمل، حتى التالنتس بتاعتي يعني عندي حبة تالنتس كده
فترة كنت بشتغل بزين الشيلة بتاعت العروسات، ما عندي مشكلة. فالحاجات كلها، كل الشباب هسه يا ريت لو يعملوا كده، انه المشوار بتاعنا ده فيه خطوات. انت ما بينفع انك انت تنط، انت نعم لو ما مشيت الخطوات دي ما حتكتسب الخبرة والصلابة والحاجات اللي بتخليك انك انت قادر انك تمشي لقدام. فما نستهون بأي حاجة حتى لو هي بسيطة، نجرب ونحاول، وبيقول مش حبوبنا بيقول حركة فيها بركة. امرق من بيتكم، فتش وشوف اي شيء، اي شيء ممكن يكون بداية لشيء عظيم انت ما عارفه اصلا. اي حاجة عندها باب، عندها مدخل، احنا ما عارفين المدخل وين، المدخل اللي حنصل به لانه نحقق الحلم بتاعنا ده احنا ما عارفين انه عامل كيف. فالناس ما تتردد، اعملوا اي حاجة، المتاح كله اعملوه. في النهاية هي عاملة زي اشارات، I don't know هي شنو بالضبط، لكن اللي بتقدر عليه بتقدر انك تعمله، حتى لو بانك توظف جزء بسيط من امكانياتك نعم تعمله. حيجي الشيء اللي حتحتاج فيه انك انت توظف امكانياتك كلها، وبعد شوي امكانياتك ذاتها ما حتكون كافية، حتكون داير تطور في نفسك. يعني 25 دقيقة كتب يعني، الله يديك العافية، يعني حاجة، يعني حاجة روعة. طيب الانفايرمنت بتاع الشغل، الجو بتاع الشغل كيف؟ يعني انت طلعتي من الاحفاد، يعني كل الجامعة بنات وكده، بعدك هيجي انتقلتي للهيئة العامة للاستثمار، ولا اسمها شنو؟ والله المجلس الأعلى للاستثمار. ايوه يعني نقلة كبيرة يعني في اختلاف البيئات، يعني قصدي. ايوه البيئه بتاعت انا اشتغلت اول ما اتخرجت، دخلت معاينه لشركه انا ما عارفاها شنو، واخذوني. بعد ذاك عرفت انه الشركه دي اسمها بيترو انرجي، وفعلا دي كانت اول وظيفه لي لما اتخرجت. وأول هي كانت الوقت ذاك في المنطقة الصناعية، وأول ما اشتغلت حولونا طوالي في البرج بتاع بترودار اللي هو ده الحلم الزمان أنا كنت بقوله لصحباتي. فالشغل البيئة، الشركة طبعا كبيرة شديد وهي شركة سودانية صينية، فأنا صراحة تعلمت كثير من بترو انرجي، اتعلمت مهارات اجتماعية كثيرة شديد ما كانت عندي، اتعلمت مهارات عندها علاقة بالشغل ذاته. كانت وظيفتي سكرتيرة في بترو انرجي لوقت طويل جدا، كنت سكرتيرة في قسم الفاينانس. بعد ذاك بقيت سكرتيرة زائد حاجة اسمها دوكيمنت كنترولر. اوكي. وانا دوكيمنت كنترولر، اوكي، وانا في بترو انرجي عملت حاجة اسمها تبرعات. كنت حاسة انه اوكي انا لسه عندي حاجة ممكن اقدمها. تبرعات دي كنت بلم من زملائي قروش، بمشي بوزعها، بشتري بيها حاجات في الأعياد، بلم هدوم، بلم أكل كده يعني. بيكونوا في ناس عايزين علاج، برسل الروشيت لزملائي معي. شوي شوية تبرعات كبرت، وبقت الشركات في قطاع البترول كلهم بلموا تبرعات وبجيبوها لي. فتبرعات ذاتها في فترة بقت مشروع ناجح شديد. دي من الحياة اللي برضه ورتني إنه أنا بقدر إن أنا أعمل، يعني انا ما بينفع اني اكون مقفوله في صندوق واحد، عندي قدره انه انا اعمل حاجات كثيره شديد. طيب معلش، قبل ما فالحاجات دي كانت ما لقيت المدير اللي كان قال لك ما تمتحني في بعد التجارب السرة دي. والله المدير ده على فكره انا بحترمه جدا وبحبه جدا، ربنا يرحمه. بعدين هو في وقتها الزول ده خوفه كان منطقي يعني. الزول ده خوفه كان منطقي جدا، ما كان في اي مشكله. الزول ده ما عنده مشروع وخايف على مشروعه ده انه يفشل، فبالنسبه له عوامل الفشل متمثله في الكم نفر ديل المفروض طوالي يطلعهم من البيئه بتاعته دي. فيا انه الحمد لله. نعم، وهي دي ذاتها ممكن تكون بداية الشرارة، انكم انتوا يعني تمشوا وتتقدموا لقدام. طيب انا لاحظت انه في السي في بتاعتك عملت انت ماجستير بتاع إدارة مشاريع. عملت ماجستير بتاع إدارة مشاريع في مامون حميدة. الوقت ذاك أنا موظفة كنت في بترو إنرجي، وكان عندي 3 أطفال.
قبل الماجستير ده أنا كان جاني قبول من نفس الجامعة اللي أنا فيها حاليا دي، بس كان حصل ظرف مرضي لوالدي، فببساطة قمت قررت إن أنا ما حسافر، أنا حقعد أحرس أبوي، يعني ما ده أولوية بالنسبة لي. وما تحسرت، يعني ما حسيت بندم، قلت خلاص إنه اتس أوكي، طالما إنه أنا خلاص حقعد عشان أبوي صحيا محتاج لي، أنا أقوم أستثمر وقتي في إني أعمل حاجة تانية. ففعلا قدمت في مأمون حميدة وبديت الماجستير. السمستر الأخير في الماجستير في مأمون حميدة قدمت تاني للسويد، وأخذوني في نفس الجامعة، وأنا أصلا كنت بقدم إني أنا عايزة بزنس ديفلوبمنت، نفس الجامعة ونفس التخصص. وقتها كانت الثورة خلاص، يعني إنه زي ما بيقولوا أتت أكلها، كان خلاص إنه الحكومة القديمة مشت، وواضح إنه خلاص إنه البلد ماشية تتغير. واحدة من الحياة برضو يا ياسين اللي خلتني قررت إني أنا عايزة أمشي، أنا مؤمن إنه السودان محتاج لناس بيعرفوا كويس، وأنا عايزة أكون واحدة من الناس اللي بيعرفوا كويس اللي بيقدروا إنهم يقدموا للسودان. فما كان بينفع إنه أنا في وقتها أدعي إنه أنا بعرف كويس، لأنه أنا عارفة إني أنا ما بعرف كويس. فعشان أكون فعلا عندي نوليدج مفيدة أقدر أقدم بها شيء كويس للسودان، كان لازم أطور نفسي، وعشان أطور نفسي كنت محتاجة إن أنا أطلع لبيئة أحسن، بيئة فيها النوليدج اللي أنا عايزة أعرفها دي متوفرة بأعلى جودة ممكنة. فممكن يكون ده كان بالنسبة لي دافع إضافي، إنه أنا عايزة إنه أنا في يوم من الأيام أنفع السودان، لكن أنفعه بعلم حقيقي وبخبرة حقيقية. فالحمد لله. طيب في الوقت ذاك، الوقت اللي انت يعني بتفتشي، انت كنت بتفتشي على سنك انت تطلعي تمشي تشتغلي، سوري تمشي تجري برا في اي حته، والله انت كنت محدده انك انت تمشي وين؟ تمشي بس بالذات السويد وليه؟ السويد دي طبعا هحكي لك قصه تاعها. السويد دي يا ياسين، انا في ثانيه جامعه كنت بعمل في تريننج في البنك السوداني الفرنسي في السجانه، فكانوا الناس المعين في التريننج ديل في الموظفين بيسالوني بيقولوا اسمعي انت اهلك وين؟ انت ساكنه؟ بقول لهم انا اهلي في السويد. ايش معنى يعني؟ ما بعرف، انا اهلي في السويد بقول لهم، وانت هسي بتجري الجامعه وبعد ذاك ماشي، بقول لهم انا هخلص الجامعه وهمشي السويد، همشي اعمل ماجستير في السويد. انا كنت بقول الكلام ده، لكن الكلام ده هيحصل ما هيحصل انا ما عارف، بس كنت بقوله. ف السويد دي انا شكله انا قررت من بدري انه انا قدري ان انا همشي اقرا في السويد، لا اراديا كده. بعد ذاك بقت اتحولت بالنسبه لي لهدف. ففعلا يعني قدمت في السويد، بلس انه زائد انه انا عندي عمي الله يرحمه، هو كان هنا في السويد، اتوفى من 17 سنه، كان بروفيسور بتاع بيطره في جامعه اوبسالا في السويد. فممكن يكون ده كان برضو واحد من المحفزات بالنسبة لي، إنه زي ما أنا شفت إنه عمي ده زمان نجح في الحتة دي، أنا كمان عايزة أنجح فيها. طيب قد كده دينا فكره انك قدمتي كيف يعني؟ هل يعني عن طريق منحه ولا عن طريق، لانه لا. ما شاء الله شباب كلهم يعني بيتمنوا الحته اللي انت فيها دي، ما شاء الله تبارك الله، يعني بيقدموا وبرسلوا لنا والله، وناس دكتور جزاهم الله خير يعني عملوا لهم يعني كتيب عديل للمنح وطوالي ابديتد. وقبل شوي سمعنا دكتور انور قبل اللايف ده بيقول لي احمد بالله اعمل كده ابديت الحاجه دي وكده يعني. فالاجراءات كانت كيف؟ هو عملتها بديتها كيف؟ طيب انا السويد ما جيت بمنحه يا ياسين، انا السويد لميت القروش بتاعت القرايه واستقلت من شغلي عشان اشيل الحقوق بتاعت نهايه الخدمه عشان اقدر اتم بيها قروش القرايه. يعني انا لما جيت السويد انا ما عندي القروش كلها، انا دفعت بالضبط كنت القسط الاول من قروش قرايتي، وقررت انه انا حقدر بتمها، بس بتمها كيف انا ما عارف. دفعت القسط الاول وجيت هنا قريت السمستر الاول، بعد ذاك دفعت القسط الثاني اتدينته،
دفعته. بعد ذاك لما جاء موعد القسط الثالث كانت الكورونا، فبسبب الكورونا بقى عندي في الشغل إجازة عشان كل الناس عندهم ظروف مخلياهم ما قادرين إنهم هم يرجعوا يشتغلوا. الإجازة كانت القروش بتاعتها ماشية وما اضطريت إني استقلت في الوقت ده. قمت قدمت لسلفية في الشغل، السلفية شلتها دفعت بيها قروش السمستر الثالث. كويس كويس. وبعد ذاك انه خلاص انه تاني ما في شيء ممكن اعمله، يعني الموضوع بتاع كورونا خلاص الناس رجعوا شغلهم وكده، استقلت من الشغل وشلت باقي القريشات اللي فضلت لي، دفعت بيها قروش السمستر الرابع، و يعني عايشة حياتي بالليفل البسيط اللي بيضمن لي انه انا اقدر اني انا بس اقرا اعمل الحاجات البيزكس. بحاول انه ادير مواردي باكثر طريقه بتخليني انا اقدر احافظ على الليفل بتاع الحياه الطبيعي، لكن لما جيت ما كانت عندي القروش كلها يا ياسين. طبعا اكيد اشتغلتي في السويد، يعني شغل، يعني اي شغل. ما اشتغلت، ما اشتغلت عشان عندي حاجه خدتها في راسي. لكن الناس اللي بيسمعوا في اللايف ده المفروض يعملوا زيي. كويس. انا عندي قناعه في راسي اني انا لو ما مشيت لقدام ما حرجع لورا، فقررت انه انا كنت موظف في شركه كويسه وصلت ليفل معين انا ما حرجع لاقل منه خالص مهما حصل. دي اللي هي الوظيفة في السودان. يس، اوكي. فقررت انه انا ولا حشتغل في مطعم ولا حشتغل، ما حشتغل اي شيء، مع انه الحاجه دي ما فيها اي عيب وكل الناس اللي بيجوا هنا بيعملوا كده، وحتى يعني المواطنين اللي هنا بيشتغلوا كده ما في اي مشكله. لكن انا ده بس كان قرار بيني وبين نفسي ولحد هسه متمسكه به، انه انا مهما كانت ظروفي عامله كيف انا ما هعمل اي بارت تايم جوب، انا بس يا اما همشي لقدام يا اما هكون قاعده في مكاني ده. ممكن تكون دي قوة راس طبعا، لكن لحد هسه غايته مستورة. كويس تمام. طيب ال يعني هسه انت ما درستي في ثلاثه حتات، درستي في الاحفاد، ودرستي في جامعه اللي هي جامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا، ودرستي في السويد. الفرق شنو بين الثلاثه حاجات دي، او الثلاثه حتات دي؟ فرق كبير شديد. الأحفاد اتعلمت فيها الحاجات اللي عملت لي يعني خلتني مؤمنة بنفسي، خلتني مؤمنة بقدراتي، قوتني كفرد كده في المجتمع، ورتني إنه أنا ممكن أكون زول فاعل جدا في المجتمع وعندي القدرة. لما مشيت مع مامون حميدة، مامون حميدة كانت تجربة جميلة شديد. مامون حميدة أنا ممكن أقول إني استفدت جدا من الدائرة الاجتماعية اللي كانت هنا. الماجستير اتعرفت فيه على ناس ممتازين شديد، غيروا كثير في الطريقة بتاعتي اللي كنت بفكر بها في الحاجات. يعني شنو غيروا؟ يعني أنا مثلا أنا زول اجتماعية، بحب الناس بحب يكون عندي أصحاب وكذا، فالمستوى بتاع النقاشات اللي كنا بنتناقشه لما بنكون قاعدين بنتونس مع بعض رفعني لليفل اعلى. بقيت مثلا لو عايزه اتونس مع مكاوي مثلا، لازم اكون قاريه الحاجه اللي انا دايره اتونس فيها دي، لانه الزول ده ما بينفع انك انت يعني تخرب منه بجاي ولا بجاي، السواقه اللي بنسوقها في الونسه دي ما بتنفع. فاتعلمت كلهم ما هو بس، اتعلمت انه انا لما اكون عايزه اقعد اتونس مع النازل في اي موضوع. والايام دي كانت ايام الثوره خلاص بدايتها وكده، فكنا بنتناقش في حاجات كثيره شديد يا ياسين. فاتعلمت انه انت لما تكون داير تتناقش، نقاشك ده مسؤوليتك، الكلمه اللي بتطلع من خشمك دي مسؤوليه، يا عارف وتشارك في النقاش يا ما عارف وتسكت وتبقى حاجة كده قاعدة بالجنب. وأنا ما عايزة أكون قاعدة بالجنب، أنا عايزة أشارك وعايزة أقول رأيي وعايزة الناس يناقشوني فيه. فعشان تشارك اتعلم أعرف، فدي حاجة كانت بالنسبة لي كويسة شديد صراحة.
اتعلمتها بجد بطريقة كويسة وسط الناس دي، كلهم كانوا بالنسبة لي added value حقيقية. لما جيت السويد اتعلمت أعيش كيف، اتعلمت يعني شنو تكون قاعد براك وتبدأ تبني في دائرة من أول وجديد. يعني أنا لما طلعت من السودان طلعت أنا عندي ستيتس معينة في المجتمع اللي أنا قاعدة فيه، ويعني المهم كده. يعني لما جيت هنا جيت نكرة ولا شيء، أنا حرفيا ولا شيء. فأتحول من ولا شيء للشيء اللي أنا للشيء بتاعي أنا، إنه زولة اجتماعية، زولة بحب إنه يكون عندي بصمة في أي حتة بمشيها. أتحول من ولا شيء للحاجة دي كيف؟ فهنا اتعلمت إنه في حاجة مهمة شديد، أي زول أعتقد كده إنه أي زول بيطلع من بلده مفروض في فترة كده تكون فيها ساكت صامت ما موجود، تعاين تتعلم. أنا حرفيا السيمستر الأول كله كنت عبارة عن إني أنا ما في مختفية، أنا بشوف الناس ديل بتونسوا كيف، بياكلوا كيف، بيجروا كيف، أي حاجة بيعملوها كيف، بيلبسوا كيف، تفاصيل كثيرة كنت مهتمة جدا إن أنا عايزة أعرفها، لأنه أنا لو دخلت في المجتمع ده غلط حينبذوني كده وحأفضل قاعدة بالجنب إلى ما لا نهاية، فلازم لما أدخل أدخل صح. فعلا السمستر الأول كله أنا في حالة صمت وتقوقع تام كده، وقاعدة زولة مسكينة كده وما بتكلم. يعني حتى لما يكون عندي سؤال في المحاضرة بستنى البروفيسور يخلص وبمشي له وبقول له اسمع انا عايز اعرف الحاجه الفلانيه كده كده، بقول لي طيب السؤال ده كويس ما سالتيه في المحاضره ليه؟ فشنو السمستر الاول كان عامل كده حرفيا. حتى في الحته اللي انا ساكنه فيها كنت بحاول اني انا بس اشوف الناس دي قاعده تعيش حياتها كيف. من لما بدا السمستر الثاني خلاص حسيت اني انا تملكت المفاتيح الاساسيه، بعديها خلاص يلا وريتهم البيت السودانيه بتعمل شنو. قبل ما امشي لك المحطه الجايه، هيثم شايفك، تفضل هيثم اخونا هيثم الكاشف. اديك العافيه. والله انا ده فرصه سعيده ان انا اقوم اسال سؤال. دائما نحن لما نكون قاعدين مع شباب كده من الامور اللي بنتناقش فيها، يعني الزول عشان ياهل الاولاد ويقروا كويس، خصوصا حسب تجربه اخوتنا ساره، فكرة إنه زول ممكن يقرأ بكالوريوس برا السودان ولا الماجستير هي اللي يكون برا السودان. نحن دائما نقول يعني في غالبية يقول لك لا والله السودان لما بيتعلم الحاجات اللي بتخليه لما يسافر برا في الماستر يقدر يبدع أكثر ويكون عارف مجتمعه عايز شنو، البيئة اللي هو جاي منها عايز شنو. في ناس يقول لك لا لو سافر بيتعلم، لكن بالتالي بيكون هي الفترة السنة دي ما تحسب، زي ما تقول الحالة الاجتماعية، الفرصة إنك تعلم. هي الجامعة نقول لها جامعة، جامعة أي حاجة، الحياة الاجتماعية والحياة الأكاديمية وكده. فأنت حسي من تجربتك أي الرأيين ممكن يكونوا صايبين، الزول يقرأ البكالوريوس في السودان ويمشي الماستر برا ولا العكس؟ والله السؤال ده صعب خلاص يا هيثم. ما بعرف، ممكن تكون بتعتمد على حسب الشخصية بتاعت الزول ذاتها عندك. في ناس أنا شفت هنا تجارب كثيرة يا هيثم، شفت الغالبية بتاعت الناس اللي بيجوا هنا عشان يعملوا بكالوريوس ما بواسطه ما بيقدروا، بتحصل لهم الشوكة الاجتماعية دي إنه مشى من حتة وجا لي حتة النقيض بتاعها تماما، فبيتلخبطوا أمورهم بتجوع. اللي بيجوا للماستر أغلبهم بيقدروا يواصلوا وأغلبهم بيقدروا بينجحوا، يعني بيقدروا إنهم هم يكونوا ناس كويسين، لكن إحنا ما بنقدر نعمم. ايوه ما بقدر نعمم، هي الفكره هي كده. يعني هي ما هو في النهايه انت بتحاول تشوف انه السيناريو الاقرب وبتحاول تبني عليه القرار. في النهايه هو يا سيدي يا اختي، لكن احنا بنقول اللي هي الفرصه بتاعت انه بجد الحته بتاعت انه التجربه الاجتماعيه اللي في الجامعات السودانيه ما نادره شويه برا. بعدك انت نفسك كنت عارف نفسك عايز شنو ومجتمعك عايز شنو ومفروض تتعلم شنو عكس الزول. السؤال الثاني بتاعت انه انا بعرف لحد الزمن ده دكتور محمد عبد العاطي كان
في كلية العلوم والتقنية موجود، ولا كان خلاخوه بتاع بروجكت مانجمنت؟ تعرفيه؟ لا، ما تعرفيه. ما حصل لقيته. هو في كنانة لكن زول مبدع، أنا لأنه هو درسني كان في الماستر، هو صغير ما ايوه. كبير يعني، لكن زول مبدع جدا في البروجكت مانجمنت، يعني زول في البروجكت مانجمنت بيوقع للزول، فدائما أي زول ماشي قال بروجكت مانجمنت بيكون بطريقة أو أخرى محمد عبد العاطي قاعد له ووراه المشروع. شكرا لك يا ياسين، انت تفضلي. عارف يا هيثم، المشكلة بتاعت القراية في السودان، الماستر أنا قريته بالشيتات يا هيثم. دي المشكلة. ايه يا فالشيء اللي أخذته من الماستر في السودان أنا appreciating أكتر، أنا يعني بالنسبة لي كان قيم أكتر التجربة الاجتماعية اللي عشتها في الماستر أكتر من النولج اللي أخذتها في الماستر. لما جيت هنا السويد أنا قاعدة آخذ في نولج بكميات ما طبيعية. هنا في السويد أنا بقرأ كتب، هنا في السويد أنا بقعد في المكتبة ممكن من الساعة 9 صباحا لحد لما يذيعوا بالميكروفون نحن حنقفل المكتبة أمشوا بيوتكم. ف يا وبتحس إنه لا لسه أنا ما عارف كفاية. المرحلة بتاعت إنك أنت بتكون بتعرف لكن لسه عندك الشك بتاع انه لا لسه في حاجات اكتر انا المفروض اعرفها عشان اكون احسن. الحاجه دي انا ما حسيتها الا هنا. ما هي انا بتاكيد اللي كلامك انت هنا بعد ذاك الجامعه ذاته انت كطالبه فيها وبالايميل الجامعي عندك مصادر مفتوحه، فبجد يا بتلقى نفسك انت بتحاول تفتشي في العلم ما اكزاكتلي. بتحاول. ده بيرجعني ايوه للسؤال الحته بتاعت دايما بقول لهم يا اخوان، لما دايما في الصراع بتاع ناس السودان الجوا يكون عنده مشكله مع الناس، يقول لك الناس برا دي ما عارفين حاجه، بقول لهم يا اخوان هو انا الحقيقه بلخصها في حاجه واحده بس، هل السودان مصدر للمعرفه ولا مستقبل للمعرفه؟ يا إذا هو مصدر للمعرفة هو خلاص نحن بنقتنع بحاجة، لكن هو في المرحلة اللي هو فيه ده في حاجة إلى النولج البر زي ما أنت قلتي. ف كم بتزول اللي أنت حاسة مشيتي وقريتي في التخصص بتاعك، لما تمشي بيكون عندك بحر واسع جدا. ليه؟ لأنه كنت ايوه ارتبطتي بتجارب تانية، زي ما كنت درست كيس ستاديز لتجارب كيس في المجال بتاعك مربوط بجامعات تانية وكده. فيديك العافية والله، مستمتعين جدا. تفضل يا أحمد ياسين. الله يديك العافية. أنا يعني لفت نظري ماجستير تطوير الأعمال والتدوين. ايوه طيب انا لما درست انا درست البيزنس، ده كان الباتشلر ديجري بتاعتي البكالوريوس. لما جيت مامون حميده قريت ام بي اي وتخصصت بروجكت مانجمنت. لما بقيت بفكر اني انا عايزه اكمل السيت دي، ما هو هسي ما في حاجه اسمها علوم عامه، انه انت بتكون بتقرا شيء عام بتتخصص اكتر بتتخصص اكتر. فالبروجكت مانجمنت اداره مشاريع عشان انا اقدر انه انا اكون متمكنه اكتر في الحاجه دي. مع اي حاجه احنا في حياتنا هي مشروع. طب انا عشان اكون بقدر اني اكون بزنس ديفلوبر كويسه، انا عايزه انا هدفي في النهايه كله انا عايزه اكون بزنس ديفلوبر. انا يعني انا زوله بتاع بلانينج حتى على المستوى الاجتماعي بتاعي في حياتي وسط اسرتي الصغيره والكبيره. انا زوله اللي بخطط، انا دي اكتر حاجه بعرف اعملها في الدنيا كويس. وسواء يعني التزمت بخطتي دي او ما التزمت بيها، المهم انا بخطط لنفسي وبخطط ليك وبخطط بيت البيكا بخطط ليه وبيت العرس بخطط ليه اي حاجه بخطط ليها. ف انا بالنسبه لي الحياه كانت متسلسله، اي شيء عملته لهدف وعارفه عملته ليه. لما تخصصت البروجكت مانجمنت عارفه لاني انا حاجه بزنس ديفلوبمنت. البزنس ديفلوبر المفروض يكون فاهم تماما البروجكتس دي بتتعمل كيف وبتدار كيف، زائد انه انا عارفه يعني انا قريت كثير جدا عن البزنس ديفلوبمنت قبل ما اقدم فيه. عارفه انه انا لما حقرا بزنس ديفلوبمنت هتعلم ماركتنج، الماركتنج استراتيجيز، هتعلم الكونسيومر بيهيفير، هتعلم الانتربرنور شيب، هتعلم الاستراتيجيز. فالسيت ده مع بعض لما يتكمل كده بيخليك انت تكون بزنس ديفلوبر كويس، بزنس ديفلوبر ناجح. نعم. انت عارف يا سيد، بس نحن طبعا نيجي زول
بنجيبه في ال... في بونص عدد النجاح ده بنختاره طبعا، بنختاره اختيار يعني ما لكن يعني اكثر حاجه انا عجبتني فيك الصيغه، يعني ما شاء الله يعني صيغه واصغه في نفسك، انا دار اعمل كده دار اعمل كده دار اعمل كده. الحاجه دي منبعها وين؟ أنا بس مؤمنة إن أنا زول كويس، أنا عارفة إن أنا زول كويس وبقدر إني أعمل حاجات كويسة، وحاسة إنه عندي إمكانيات كثيرة وطاقات بقدر أوجهها في اتجاه معين ينفعني وينفع الناس اللي حولي. نعم ده السبب إنه أنا ليه واثقة في نفسي. على فكرة أنا فشلت كثير جدا في حياتي، أنا ما زول إنه ماشية الشات بتاعي ماشي طالع دايما، فيه الابس اند داونز كثيره. هنا في السويد سقطت كثير على فكره، لكن ما قاعده ايأس، بصر انه لا يعني شنو ما نجحت احاول تاني. فالفكرة انه انا واثقه اني بقدر، عشان انا محدده هدف. انا اعتقد اي زول في الدنيا لو حدد هدف حتكون عنده كميه الثقه دي واكثر كمان. لو حددت الهدف بتاعك حتكون عارف انه انت بتقدر تصليه كيف، وعارف حتصليه متين، وعارف حتستفيد منه كيف. نعم فطالما يعني الحاجات دي قدامك ظاهرة كده انت شايفها، هديك ليها قدامي، بتكون ماشي بثقة شديدة. لو لقيتك حفرة حتتنفض وتقوم وتمشي تاني، ما بتكون في مشكلة، ما انا عندي هداك الميز بتاعي قدامي انا حاصليه. فممكن يكون ده السبب انه I don't know. دي لك كلمة الميز دي يعني عجبتني جدا، يعني جميلة جدا جدا. طيب ارجعك ثاني للحتة بتاعت يعني تطوير الاعمال اللي هي البيزنس ديفلوبمنت ومطور اعمال، يعني شنو مطور اعمال؟ طيب أنا هقول لك الحاجة اللي بقولها لأصحابي دايماً يا ياسين. أنا بقول لهم مطور الأعمال ده الدكتور بتاع الشركات. لو عايزين نشرحه كده بالكلام البسيط، مطور الأعمال ده أنت يعني شركة، مؤسسة، منظمة، حكومة، ديل كلهم هو بيقدر إنه هو يديهم روشتة بتاعة نجاح، خطط، استراتيجيات، تكتيكس بسيطة. الخطط ذاتها بتتفاوت، في خطة عشان تعملها داير شهر، في خطة عندنا مثلا الخطة الطويلة المدى دي نحن بنسميها استراتيجية، عندنا الخطة القصيرة المدى، عندنا انه طب انا في حاجات بسيطة تفاصيل، انه مثلا هسي نحن في الدعاية بتاعت البرنامج عملنا فيديو. طب الفيديو ده شنو؟ ده شنو انت جايانا بشيء جديد عايز تعمل شنو؟ في حاجات بسيطة لو عملتها بتعمل أثر كبير شديد. مطور الأعمال المفروض تكون عنده القدرة إنه هو يشوف الحاجات اللي ما بشوفوها غيره. عندنا في تطوير الأعمال حاجة اسمها البيرد آي فيو. البيرد آي فيو ده ببساطة إنه تخيل نفسك زي صقر كده طاير في السماء، فقادر إنك أنت تشوف المحيط بتاع الحاجات كله، الحاجة اللي ما بيقدر يشوفها الزول القاعد قبله في الواقع. فمطور الأعمال هو اكزاكتلي عامل زي الصقر الحايم في السماء ده، بيقدر انه يوريك يا اخي اسمع، انت لو اتزنقت في الحته دي تتخارج بجاي، يا اخي اسمع انه قدامك في قنبله ما تمشي كده. يعني هو الزول اللي بيقرا لك الدرب. تطوير الاعمال ذاته مقسم لليفلز. ما في مطور اعمال مطلق، الكلام ده كان انا وانت تناقشنا فيه قبل كده. ما في زول بيشتغل مطور اعمال لكل شيء، ما في. لازم انت يكون عندك تخصص معين. طب انا مطور اعمال في شنو؟ انا مطور اعمال في الشركات الناشئه مثلا، متملكه تماما التولز والنولج اللي بتخليني انه انا اقدر اساعد الناس ديل كاستشاري. انا مطور اعمال لمؤسسات حكوميه، لمنظمات تنمويه، انت شنو بالضبط؟ فتطوير الأعمال كعلم شيق جدا، لكن خطر جدا. خطر ليه؟ عندنا كتاب بنقراه اسمه Business Development for Dummies. الكتاب ده في أول باب فيه في حاجة مكتوبة كده بوضوح، ما ذاته زول كتب الكتاب ده ما خدتها لك جوا السطور، قال عليك وقال أول شيء، قال لك يا أخي اسمع، انت ما قاري بزنس ديفلوبمنت ما تقول انا بزنس ديفلوبر، لانه البزنس
طلب من ده حاجة بتاعت مبادئ وقيم في الأساس، زيه زي الدكتور. الدكتور ده ما قاري طب ما بقدر يقول أنا دكتور، لأنه الروشتة دي بكون فيها شيء ممكن يموت العيان ده ببساطة شديدة. نعم فأنت ما قاري بزنس ديفلوبمنت، ما بينفع تكون بزنس ديفلوبر ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه العلم ده تحديدا يعني كومبليكيتد شديد. احنا هسي درسنا في السويد، انا دراستي ما كانت كلها كتب وارتكلز وكده، لا انا عندي تلت المقرر اللي قريته براكتيكال. عندي ماده قريتها اسمها استراتيجايزنج ان بزنس ديفلوبمنت، دي احنا بنمشي لشركات، بنمشي لمحلات عندها مشاكل، مشاكل حقيقيه. يعني انا مثلا مسكت شركه بتاعت انتيريال ديزاين، الناس دي ليهم كانوا زي سنه البيزنس بتاعهم ماشي في النازل وما قادرين يعرفوا المشكله وين. انا كنت بمشي بداوم في الشركه دي، في النهايه طلع انه في مشاكل بسيطه، الناس دي عندهم مشكله بتاعت ماركتينج، الناس دي المعرض بتاعهم الاضاءه الفيو ما جاذبه، ما بزور قاعد يجيب، المعرض ما مرتب، خاتين كمية ضخمة من الحاجات، فالزول اللي بيدخل ما بيعرف يعاين لشنو يخلي شنو. تمام؟ السيستم بتاعهم اللي بيديروا بيه المخزون، السيستم ده واقع كان له كم شهر كده، ما اهتموا انهم يجددوه. ما عندهم، ما قاعدين يعملوا اوفرز، ما عندهم، ما قاعدين في الديجيتال ميديا، ما قاعدين في تويتر وفي تليجرام وكده. ففي تفاصيل بسيطة شديد بتقدر انت تحدد بيها انت هتقدر تساعد الزول ده كيف. فاحنا في قرايتنا دي اتعلمنا بيفكوك كده، بيقول لك يلا خلاص امشي امشي حل لنا مشكله الزول ده، بتمشي وبتقعد وبتحاول تعمل اناليسز والوضع المادي بتاعهم كيف والحاجات دي كلها، والكومبيتيشن المنافسين بتاعينهم في السوق. واحده من الحاجات مثلا انه نازل ما كان عندهم علاقه بالمنافسين اللي معاهم في السوق، كانت علاقه عداوه. واحنا عندنا في البيزنس ديفلوبمنت انت لازم تطور شكل بتاع نتورك يكون رابطك تماما بالمنافسين بتاعينك، دي حاجة لازم عشان انت تنجح، لازم يكونوا اصحابك عديل. فدي كانت واحدة مثلا من الحاجات. فهنا في السويد لما بتقرأ تحديدا موضوع البيزنس ديفلوبمنت بتقراه علمي ونظري. تاني مثلا انا كنت في سيميوليشن بروجرام، انا كنت ماركتنج مانجر لشركه بتنتج موبايلات وفي منافسين في السوق، انه طب انا هعمل شنو الاستراتيجيز اللي هنشتغل بيها شنو عشان الشركه دي تقدر انها يكون عندها وضعها في السوق. فانت بتكون مخطوط في سيتويشنز زي دي، بتتعلم منها، بيخلوك تقرا اقرا قدر ما عايز، يلا لكن ورينا القرايه دي هتطبقها كيف. ممتاز ممتاز. طيب يعني دي حاجه جميله والله، انا ذات السيب بديت افهم انه البيزنس ديفلوبمنت. طيب الفرق شنو بين الماركتينج اللي هو التسويق ولا البيزنس ديفلوبمنت؟ فرق كبير شديد. البيزنس ديفلوبر بيجي بيقول لك انت عشان تنجح محتاج انه الماركتينج بلان بتاعتك تغير فيها كده وتشتغل بيها كده، محتاج انه السيلز مانجمنت بتاعك تشتغل فيه بكده وتغير فيه كده، محتاج انه الانترنال بلانز بتاعتك تكون عامله كده وكده وكده، وتكون الجولز بتاعتك عامله كده. يعني البيزنس ديفلوبر ده زول بيمسك كل الحاجات، ما الماركتينج بس. الناس فاهمين انه البيزنس ديفلوبر ده اللي بيشتغل لك ماركتينج، لا، البيزنس ديفلوبر ده بيمسك كل التفاصيل بتاعت الكمباني بتاعتك وبيديك ليها الدروب اللي بتخليك انت تمشي صح، وانك انت يكون عندك وضعك في السوق ببساطه شديده، انك انت تنجح، البروفيت بتاعك يزيد، تربح كيف؟ الربح ما بس بالماركتنج، الانتاج بتاعك. يعني احنا بنقرا مثلا برودكشن، برودكت مانجمنت، وانه منتجاتك دي حتديرها كيف؟ لو انت مصنع، الخط بتاع الانتاج الاحسن شنو؟ في حاجات كثيره شديد. اخر حاجه قريناها مثلا حاجه اسمها الكرنت ترندز ان مانجمنت. الكرنت ترندز ان مانجمنت قرينا فيها كتاب اسمه فاكتفولنس. الكتاب ده بيقول لك انه يا اخي الدنيا دي ماشيه لاحسن، ما ماشيه لاكعب. الفهم بتاع انه الدنيا ماشيه لاكعب والحياه هتتدمر وبتاع ده، الكلام ده ما صح. الدنيا دي ماشيه كويسه
والدليل انه حاليا لما تعاين للديفلوبينج كانتريز والديفلوب كانتريز بتلقى انه العدد بتاع الديفلوبينج كانتريز ماشي. قال لي لو صح. دول الاثنين قاعدين كده غالبيه دول العالم بقت قاعده في النص. الدول اللي قاعده في حته الديفلوبينج دي حاليا هم 14 دوله بس. فلما انت عاين بره الصندوق بتلقى انه لا الدنيا ماشيه لاحسن، بس انا كيف اواكب الحاجات دي وامشي مع الدنيا دي لقدام. فالبزنس ديفلوبر ده زول بيكون عنده النظره المتفائله دي، انه اي مصيبه اي شيء يجيني به تعلي مبوظ الدنيا، انا المفروض تكون عندي المخارج الصح اللي احولك من الخانه بتاعت الفشل دي الخانه بتاعت النجاح. يعني محاضرة يعني صراحة، يعني الواحد ما عارف يقول شيء يعني، مستمتع جدا جدا والله. طيب الماجستير يعني، بس معلش نطلعك من الحتة بتاعت تطوير الأعمال دي، للشكل بتاع الماجستير في السويد يعني، يعني مثلا هنا احنا عندنا في بريطانيا الماجستير ممكن لو دار تقرا فول تايم سنة، لكن ممكن لو عايز بار تايم ممكن سنتين يعني، وفي ماستر باي ريسيرش اللي هو ده بالبحث، وفي ماستر باي كورسيس. انت اخترتي شنو في السويد عامه الترند او الطريقه اللي ماشيين بها في الماجستيرات يعني ماجستيرز؟ أنا عملت الماستر بتاعي فول تايم سنتين، بدرس فيهم 3 سمسترات، بدرس فيها في كل سمستر بقرأ 4 كورسز. السمستر الأول بتاعي كان استراتيجيك مانجمنت، السمستر الثاني كان انتربرنورشيب وانوفيشن، والسمستر الثالث كان ماركتينج. بقرأ في السمسترز دي كلها بقرأ الاستراتيجيز المتعلقة بالحاجات دي. حاليا انا في السمستر الرابع بعمل في مشروع التخرج بتاعي هو عن الانتربرنور شيب برضو، بيتكلم تحديدا عن فرص النساء المهاجرات الموجودات حاليا هنا في دولة السويد لانهم هم يبقوا رائدات اعمال. يعني حتى اختياري للسمستر على فكرة هي السمستر دي برضو اختيارية، انت بتختار انت داير تقرا شنو. فانا حتى الحاجات اللي اخترتها عشان انا عايزه الحاجات دي، عارفه انه دي الحاجات الناقصاني، انا محتاجه اكمل الحتات دي تحديدا. ايش معنى اخترتي ريادة الأعمال للنساء المهاجرات يعني؟ انا مش انثى اخواننا ولا كيف لا لا الموضوع؟ مشكلة دائما اسمع لا انا لا وحيده جدا لا لا طبعا في لا الموضوع ده. يعني ليه النساء المهاجرات بالذات يعني، المهاجرات يعني مش النساء يس المهاجرات. هنا وانا بقرا هنا لقيت انه كل لما بنقرا مثلا عندنا مواد لما بنقراها بنقرا عن الهجره، الهجره هنا في اوروبا طبعا ايشو كبيره شديد، وعايزين يحولوها من انها هي حاجه بتستنزف الموارد بتاعتهم لانها هي شيء بيولد لهم دخل بيعمل لهم تحسين للاقتصاد بتاعهم. فكل لما بنقرا بلقى انه الانتربرنور شيب دائما العدد الاكبر فيه رجال، النساء دائما محاولاتهم متواضعه، انه مثلا العايزه تعمل اكل، العايزه تجيب هدوم مثلا افريقيه تفتح محل بتاع هدوم افريقيه، دائما يعني محاولاتهم خجوله كده، زائد انه ما موجودين او ما بيستمروا. فانا كنت انترست داير اعرف ده لانه هم ما عايزين ولا لانهم هم ما لاقين فرص. زائد انه بالنسبه لي دراسه الحاجه دي تحديدا، انا مثلا انا عايزه ارجع السودان، انا ما عايزه اقعد في اوروبا. فبالنسبه لي انا لما افهم الحاجات دي كويس، الزول ما بس المراه المهاجره عموما، الزول اللي قاعد في وسط بيئة ما بيئته وما متملك المفاتيح بتاعته بيقدر كيف يكون ناجح؟ الزول اللي بس عنده فكرة وما عنده قروش، من المهاجرين دول عندهم أفكار بس ما عندهم قروش، الزول ده الدرب ليه بيتفتح كيف؟ بيمشي كيف؟ أنا مهتمة جدا مثلا يا ياسين إنه أنا أبني هنا نتورك، أنا عايز أعرف أكبر كمية ممكنة من البيزنس ديفلوبرز، عايز أعرف الجهات اللي بتدي الفندنج للناس دي، ليه ما اقدر انه اعمل معاهم علاقات كويسه عشان في يوم الناس ديل ذاتهم يكونوا بيعملوا فاندنج لشباب سودانيين قاعدين في السودان؟ هل بيمنع شنو؟ نعم ف يعني طيب،
قبل ما في سؤال جميل جدا جدا جانا من حبيبنا الدكتور هشام، بيقول لك منوره استاذ ساره ورسه جميله ممتعه. طيب السؤال ده طبعا ممكن يكون خطر ببالنا كلنا، مثلا المطاعم السودانيه بره في 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 مثلا بره السودان، بتلاقي المطعم يعني بيفشل سريع جدا جدا، يعني مثلا في جده، في انا اتذكر لما كنت في السعوديه في جده في بني مالك، يعني ففي مطعم سوداني، المطعم ده يعني الناس بيجوا كتار جدا لكن خدمات رديئه جدا، يعني انا مشيت مره واحده تاني بقيت بمشي بقعد بس مع الزول اللي بقول له بمشي بقعد معاك، يعني ما بقدر حتى لما اخش اغسل يدي بكون خلاص، يعني ممكن اسبوع ما اكل. يعني الليل الايشو دي من وين؟ يعني مثلا نلقى المطاعم التركيه، المطاعم السوريه حاجه روعه يعني، فالحته دي المشكله وين؟ الحتة دي في جزء منها هيثم جبال، احنا كنا بنتكلم عن الايكو سيستم مش كده؟ الانتربرونوريال الايكو سيستم ده مكون من حاجات يا ده ياسين. العربي شنو؟ بالعربي شنو يا هيثم؟ ما هي المشكلة ده مصطلح ما في يعني يفهم هو كده. زي البيئة المحيطة مثلا بريادة الأعمال. ايوه اسمه الايكو سيستم، لما طلع أول مرة كان حاجة بيئية بحتة، كانت الشجر والموية والهواء وكده، ده كان الايكو سيستم تمام. بعد شوية الايكو سيستم ذاته اتطور وبقى في حاجة اسمها الانتربرونوريال ايكو سيستم. الانتربرونوريال ايكو سيستم ده اللي هو برضو الحاجات، تخيل انه الزر رائد الاعمال ده قاعد في النص وحوالينه في عوامل محيطة به، هو بياخد منها وهي بتاخد منه نعم تمام. فالعوامل المحيطة به دي شنو؟ عوامل اجتماعية، عوامل ثقافية، عوامل دينية، عوامل سياسية، كمية من الحاجات مع بعض بتتركب بتكون لك البيئة دي تمام. فالسوداني مثلا اللي بيعمل مطعم أو الشعب السوداني في السودان الداير يبدأ بيزنس، بيبدأ البيزنس بفكرة طلع بيها من الدائرة المجتمعية الضيقة. يعني مثلا من فترة في ولد عنده مشروع بتاع عصير ليمون، عامل في نص البتاع كده نافورة بتاعت موية. الزول ده عمل حاجة مختلفة، بدأ تمام، بدأ الفكرة. بعد ذاك في العوامل المجتمعية السوشيال فاكتورز بتأثر على الفكرة دي وبتأثر على الزول ده تمام. يا إما هو بقى قاعد جوا الدائرة دي ويتقيد بالحاجات بتاعته اللي فيها، يا إما هو قدر إنه هو ياخد منها الحاجات الكويسة ويطلع على بره. في العادة رائد الأعمال السوداني لو لاحظنا كلهم بيبدوا كويس وبتجي مرحلة بيحصل لهم كولابس. ليه؟ لأنه إحنا عندنا في السودان حتى في علاقاتنا الاجتماعية ياسين بنجتهد في الأول وبعد ذاك بنخليها تمشي برا. فبتلقى التأثير بتاع الشكل بتاع الحياة الاجتماعية بتاعنا ده نقلناه من جوه البيت أو من قاعة المحاضرة من أصحابك اللي معاك للبزنس بتاعنا اللي بنعمل فيه. ده الإيكو سيستم اللي أنا بتكلم عنه. مثلا إنه إحنا عندنا الفكرة بتاعت إحنا ما بنثق في قرارات الحكومة، ما بنثق في ورق الحكومة. المهاجرين اللي بيجوا هنا الورق اللي بيدوه لهم السويديين عشان يقروا عشان يقدروا إنهم يمشوا في شغلهم كويس ما بيقروا، لانه تجربتهم الكالتشرال اسبيكتس مؤثر عليهم انه كلام الحكومه ما تصدقوا، ما تفتحوا الورق ده، ما تقربوا منه. فدي بقت خصما عليهم هنا، بقت بتفوت عليهم تفاصيل كثيره ما بينتبهوا لها، البيزنس بتاعهم بيفشل. فدي اسباب الناس بيرحلوهم عم من حته لحته يا ياسين، وبتكون هي سبب الفشل في العادة. دي محتاجة لشغل بسيط بأنه يكون في بيزنس ديفلوبر، يكون في كونسلتنت تجيه وانت في كل مرحلة بتمشيها يوريك انه الحاجات بتتعامل كيف. دي الحاجة اللي هسه في السودان ما في. يعني انت بس انا اسال سؤال محترم يا ياسين. اتفضل. بس ليه والله يعني انا اول مرة القى زول بمستوى عالي جدا فاهم السوق السودانية والحته بتاعت رياده شكرا. الاعمال والتجاره، عشان كده انا داير أسأل. اسال. جاتك في قبولك يا هيثم الليله. ايوه فانا داير اسال السؤال بتاع الحته بتناقش فيها كثير جدا، يعني انا داير اسمع فيها رايك يا ام ساره، اللي هي يا اخوانا انا بتكلم انه السودان الشباب الموجودين فيه، وانا قاعد اقسمها ليهم دائما عشان يفهموا الحته بتاعت رياده الاعمال، انه هل انتم ناس ايوه انوفيتر
ويعني ديفلوبر، يعني الفكره بتاعتكم، المشاريع بتاعتكم، هل هي مشاريع مطوره ولا هي مبتكره؟ فانا دائما ميال في الاتجاه بتاع انه والله السودان في مرحلته الحاليه ده نحن محتاجين رياد اعمال مطورين يجيبوا افكار يطوروا عليها يشتغلوا عليها الى ان يتشربوا الحته بتاعت انه هو يدير البيزنس صح. بعد ده نفس المرحله نحن بعد ده يكون عندنا رواد اعمال انوفيتر. انا شفت في الحته دي يا ساره. ايوه بالظبط بالظبط. قولها بلغتك. والله انا ما عارفه، انا صراحه ما عارفه في شنو هنا ممكن يتقال، لكن في حاجه مهمه شديد. في فرق، انا عايزه برضو انه حاجه الناس كلهم يفهموها، في فرق بين الانوفيشن والانفنشن، في فرق كبير شديد بين الحاجتين دول. ايوه ف انه الاختراع وال انا ما عارفه اترجمه تحديدا بالعربي شنو، لكن اختراع بتاعتي ممكن اللي هو انك انت تخلق والابداع، الاختراع والابداع بالعربي. سارة مشيت وين؟ فجأة كده ايوه سر طبعا يا جماعه احنا مستمتعين جدا الليله معانا خبيره تطوير الاعمال الاستاذه ساره ابو صغرى، فيعني تحدثت لنا عن مراحل الدراسيه وانه هي كيف كانت يعني من يعني اضطردت من المدرسه لانها هي يعني بليده على راي الناظر بتاعها ومدير المدرسه الله يرحمه، بعد ذاك مشيت امتحنت دخلت جامعه الخرطوم في سكول اوف ماس مدرسه العلوم الرياضيه السنة الأولى السنة الثانية، بعد ذاك يعني ما قدرت عليها أو زهجت منها مشيت تحولت للأحفاد، وفي الأحفاد كانت هي النقلة بالنسبة لها يعني. فيعني إحنا مستمتعين جدا، لكن بس شكلها في عندها مشكلة في مشكلة تقنية فحترجع لنا بعد شوية. دكتور رازي تفضل. مساء الخير الجميلين جدا ياسين وكاشف، كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. بخير الحمد لله دكتور، الله يسلمك. الرازي يتحدث من الظلمات. الكهرباء قاطع حقيقه. انا استمعت للاستاذه ساره والله وما قدرت اتقدم باي سؤال، لاني كويس انه جات اثناء ما انا بتكلم. انا حقيقه يا ساره انا سعيد بك جدا والله. شكرا. أنا حقيقة ما قدرت أتقدم بأي سؤال عشان أستمع إلى أكبر كمية ممكنة من التجربة الفريدة دي. واحد. الحاجة الثانية، جامعة الأحفاد دي المكان اللي قامت فيه أو نبتت فيه هذه السارة مكان حبيب إلى نفسي. أنا حقيقة كانت دي تجربة في جامعة الأحفاد ممكن لكن قبل 17 سنة يا سارة. جامعة الأحفاد دي جامعة يعني عندها قدرة على تغيير أي شيء. يعني أي بنت من بنات السودانيات ديل لو ودوها جامعة الأحفاد بتطلع حاجة مختلفة. فأنا متأكد، أنا متأكد إنه اللي حصل لسارة ده فيه جزء كبير جدا بيكون حصل في جامعة الأحفاد. مش كده؟ مش كده؟ أكيد. أي أيوة أكيد أكيد. فأنا والله مستمتع جدا، وبعدين يعني زولا يعني حسب ما أنا أستمع وكونها يعني هي قدرت أكثر من ماجستير واحد، ده بيعني إنه هي شينو وات دو شي نيد، يعني هي عايزة شنو بالضبط. يعني هي واضح إنها هي بتعمل في شنو، واضح إنها عايزة شنو، واضح إنها هي حترجع السودان بنهاية آخر يوم من 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 فترتها في سويدن. فحقيقة هي زولة جميلة جدا وزولة رائعة وزولة ستريت فورورد وزولة اورينتد شديد يعني في حاجاتها. انا اتمنى انه بناتنا واولادنا كلهم يستلهموا منها التجربة بتاعتها دي. وفي مثل قاعد يقول انه يا سارة بيقولوا الناجحة من عشها زوزايا. المثل ده يعني انه يعني الطيره او الفرخه اذا هي اصلا بتنجح من عشها لما تكون هي صغيرونه بتكون ظاهر انها بتشبه باقي الفروخ اللي معاها يعني. فانا اتمنى لك التوفيق، واظن عندك كانت مشكله تقنيه ارجعي
انثري لنا الجمال اللي كنت بتقولي فيه ده، وربنا يوفقك ان شكرا شاء الله. لك، انا شكرا راجع. لك الرازي، يعني دي يعني كلام جميل والله، يعني افتخر شكرا لك، خيرك يا دكتور، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. تفضل يا سارة، معلش كان حصل. ايوه كنا بنتكلم عن، انا وهيثم كنا بنتناقش عن الفرق بين الانوفيشن والانفنشن، نعم فقلنا انك انت عشان في واحدة فيهم بتتكلم عن انه انت تخلق فرصة، تخترع، تخلق نوع بيزنس جديد، تعمل ماركت جديد، whatever. الثانية بتتكلم عن انه في فرصة موجودة انت عايز تستغلها بأحسن طريقة ممكنة. ففي العادة إحنا بنتعامل مع الحاجات كلها على أساس إنها هي النوع الثاني، إنه في فرصة قاعدة وأنا بس مثلاً إنه هاي الناس قاعدة تبيع، فاتحين محلات عصير، أنا حافتح محل عصير لكن بدل هم كراسيهم خضر أنا هعمل كرسي أحمر. كده أنا خلاص، إنه كده أنا عملت فكرة. دي ما فكرة. دي ما فكرة. أو ودي ما دي ما حتخليك مميز وما حتمشي لقدام. دائما الفكره سواء انوفيشن ولا انفنشن الاثنين بتعتمد على انه انت اضفت شنو حقيقي. يعني اوكي جبت كراسي حمراء لكن انت في الفانكشن ذاتها غيرت شنو. هم مثلا بتطلب عصير بيجيبوا لك في كوبايه، انت ممكن تغير الفانكشن كلها بانه دي الفواكه قدامك، اختار دايرياتها اديك ليها. اوكي انا هعملها ليك قدامك، عملت ليه العصير قدامك. دي مثلا بالنسبه لنا نحن دي بتزيد عند الكاستمر بتاعك الريلايبيليتي، مصداقية المصداقيه. يس، وات ذا سيم تايم دي فانكشن مختلفه بالنسبه له، هو تجربه ممتعه جميله. اختار هو داير يشرب يا تو مانجا بالضبط من المانجا المخطوطه دي، انا داير المانجايه دي تحديدا اخلطها ليه. فهنا انت غيرت تغيير حقيقي في الفانكشن كلها بشيء بسيط شديد، عملت لمسه حقيقيه. ده هنا الشغل بتاع البيزنس ديفلوبر بيكون هنا، انه ممكن يجيني زول شاطر شديد داير يعمل بيزنس معين لكن هو عامل كوبي بيست لحاجه اوريدي موجوده ومفتكر انه هو اوريدي خلاص انه عمل التغيير الكافي عشان ينجح. في العاده التغيير ما بيكون كافي، احنا لو ما فهمنا انه التغيير المفروض يكون فانكشنال ما حنقدر نعمله. يعني الموضوع ما بس الوان، ما بس اسم، ما يافطه فيها انوار كثيره برا وخلاص. الحاجات دي بتكمل بعض، كلها بترصها كده زي البازل، زي بترصها مع بعض بتكمل لك اللوحة المختلفة دي، بتخليك وسط الناس مختلف. الاختلاف قاعد يكون سبب نجاح في أوقات كثيرة وممكن برضو يكون سبب فشل لو ما عندك له قدرة. زي هسي لما إحنا بنتكلم بنقول الناس تمشي أوروبا تقرأ، الناس تمشي أوروبا تقرأ، في ناس ما عندهم قدرة للحاجة دي ولا قدرة من ناحية شخصية، شخصياتهم ذاتها ما النوع اللي بتنفع إنه تمشي بيئة معينة، ولا قدرة مادية، ولا حتى مثلا حاجات كثيرة. فهو مقابل إنه معلق عينه في الفرصة دي اللي هو ما جاهز لها، ضيع فرص قاعدة هنا قدامه. فدي في العادة بتكون يا هشكل المشاكل اللي أنت كبزنس ديفلوبر بتحتاج إنك أنت تعالجها مع الناس، مع أصحاب الشركات، مع رواد الأعمال، مع ياهو حكومات، منظمات، كل الجهات. يعني مستمتعين جدا. ساعة وثلث يا سارة، نخلص بعد ده احنا لا 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 لسه بعد ما نفتح يا جماعة. الناس اللي معانا في الزوم لو عندكم مداخلات الواحد يرفع يده، برضو الناس الشباب اللي معانا في الفيسبوك ما شاء الله مستمتعين، ورود وقلوب وكده، فشكرا لكم. وصراحة يعني استمتعنا جدا والله، وتعلمنا حاجات جديدة، ويعني ما شاء الله سارة زاد عندها طريقة بتاعت يعني الطريقه بتاعت الغاء كده جميله جدا. يعني ساره جربتي تدرسي؟ اي جربت ادرس وكنت استاذه ظريفه، الطلبه بتاعوني كانوا بيحبوني، وكانت عندي طالبه كنت بدرس في مدرسه اسمها ستيبس انترناشونال سكول بدرس جريد 2. ففي يوم واحده من الطلبه هي استراليه امها شغاله في اليو ان، جات شايله لي جواب
وأدتني الجواب. بعد الجواب ب10 دقائق جات أمها المدرسة، وأمها مما جات بقت بتبكي. فأنا كنت بقول لها فيش، ما أنا مفتكرة أنا عملت مصيبة، البنت دي مشت البيت عملت حاجة. فكانت بتقول لي إنه أنا أول مرة بنتي يكون في زول قادر يأثر عليها كده. اتبسطت شديد بالكلام. تاني يوم في طالبة جاتني شايلة خاتم ذهب، واستغربت جدا خاتم الذهب ده شنو. مشيت وديته الإدارة، فجاءت أمها قالت البت دي قلعت الخاتم من يدي، قالت مودياه لمس سارة. فأنا كنت مستمتعة شديد بمهنة الأستاذة صراحة. طيب كانت في جميلة سؤال جدا. من معانا اخونا محمد خالد، بيقول هل صحيح انه الدراسه في السويد بتشجع الجروب ليرنينج والكريتيفيتي والكريتيكال ثينكينج؟ يا الكورسز كلها هنا جروب ستاديز. الأستاذ بيديك 40% بس، الباقي انت 60% اللي هو من النوليدج كولكشن بتاعك ده بيكون ثرو الجروب بتاعك، بيكون بيديكم ميشنز معينة وانتوا بتشتغلوها كجروب. فيا موست اوف القراية هنا هي جروب فعلا. نعم. اوكي طيب، في السودان طبعا، السودان محتاجين احنا طبعا لبزنس ديفلوبرز، يعني جيش بتاع بزنس ديفلوبرز. ما عملت لكم تجمع او حاجه كده تجمعكم مع بعض، نتورك يعني، شغل على سنه يكون شغل للسودان وكده؟ أنا حاليا طبعا يا ياسين عندي مشكلة حقيقية، قبل كنت بتناقش معاك فيها أنت وهيثم. أنا حاليا متابعة جدا حركة قوية شديد في السوشيال ميديا بتاعت كمية ضخمة من البيزنس ديفلوبرز، هم وبيكون بيزنس عندي ديفلوبرز، فضول. قبل ما هم بيزنس ديفلوبرز ولا الله أعلم. أنا ما بقدر أحكم طبعا، أنا ما عارفة، لكن أنا بعمل الحاجة اللي بعرف فيها بس الأكاديميك باك جراوند بتاعت الناس دي، فبمشي فعلا بفتش يعني. بلقى مثلا فيهم مهندس عمل MBA، فيهم دكتور عمل يعني كده. المهم، فأنا ما عارفة، أنا اللي عارفاه إنه حاليا في السودان ما في، يعني ما في تخصص اسمه بزنس ديفلوبمنت لحد ما أنا طلعت من السودان صراحة. لكن هل هو حاليا موجود ولا ما موجود؟ أنا ما عندي فكرة. بس الشيء اللي أنا يعني بأمن عليه شديد وعايز الناس كلهم ينتبهوا له، بس من باب الأمانة والمصداقية. إحنا قبل شوية قلنا إنه البيزنس ديفلوبر ده شغلانة خطيرة شديد، ما حاجة هينة يعني، نعم ومسألة بتاعت ذمة عادية. نعم فمن باب الأمانة، البيزنس ديفلوبمنت يا إخواننا إحنا ما بنعمله بإننا نقرأ كورسات كورسين أو ثلاثة ونقول إن إحنا بيزنس ديفلوبرز. البيزنس ديفلوبمنت ده رحلة صعبة خلاص، متعبة شديد. يعني هي ما أحسن من باقي التخصصات، وتخصص عادي زيه زي الباقين، بس نسبة المسؤولية فيه أعلى بكثير شديد. فأنت إذا ما فعلا بزنس ديفلوبر، إذا ما قريت الحاجة دي ويعني شقيت الدروب بتاعتها زي ما بيقولوا أهلنا، ما بينفع إنك أنت تقول أنا بزنس ديفلوبر، دي زي ال لأن المسؤولية بجد ما هينا. نعم، دي زي الحته بتاع تنميه بشريه يعني، فكل مره تجيك رساله بتاع تنميه بشريه، قال بتاع تنميه بشريه، قال في حين انه الحاجات دي ما يعني ما ابلاي لاي زول، يعني الحاجات دي ما بتنطبق على اي زول. يعني مثلا انا شخص ما بحب، ما عندي الملكه بتاعت الحفظ، تمام؟ فهل انه خلاص الحاجه بتاعت التنميه البشريه انه الحفظ وتحفظ وتعمل وتعمل دي خلاص ما بتنطبق عليه؟ فمفروض الزول يا جماعه في البدايه، بالذات للشباب بس يعني ما شاء الله الداخلين الجامعات وفي المدارس اللي بيتابعونا، انه المفروض الواحد اول حاجه يتعرف على امكانياته شنو. يعني بالضبط. المتابعين معانا من بدايه الحلقه يا جماعه، ساره اطردت من مدرسه لانه بليد، ده النبي بتاع المدير، يعني انه يا اخي انتوا بلده ما تقروا في المدرسه بتاعتي، حتخربوا لي المستوى بتاع المدرسه. فما وقفوا، ما قالوا خلاص والله نحن يعني فعلا يعني ما حننجح في حياتنا. ومشت جامعة الخرطوم، خشت على سكولهم. فكرة لما طردوني من المدرسة، عندي صاحبتي كانت شاطرة جدا، وهو كان بيمنعني انه انا امشي معاه، بيقول لي لو شفتك ماشية معاها حارفدك.
لانه خايف انه انا اثر على شطارتها بالبلاد بتاعتي دي. احنا كنا 3 صحبات، 2 بليدات جدا وواحده شاطره جدا. فالمهم احنا الاثنين هو قرر انه ما دايرنا، فقامت جابتنا في بيت صاحبتنا. انا دي كانت اول مره افهم يعني شنو في عندك هدف صراحه. فرشا دي جابتنا انا وهدى قعدتنا، قالت لنا اسمعوا يعني شنو تسقطوا، واحنا قاعدين ما فاهمين يعني شنو نسقط معاه، دي مع فلاحه يعني انه نحن بنات شاطرات وين المشكله. فقالت لنا اسمعوا، انا هسي عندي هدف، انا عايزه اقرا في جامعه الخرطوم وعايزه اكون موظفه كبيره بعدين، انتوا اهدافكم شنو في حياتكم؟ بالضبط ده الكلام كان يا ياسين. انا الكلام ده طبعا وقفني جدا، وكل مره انا بذكر به ورشا وهدى انه متذكرين اليوم ده، انا اليوم ده عمل فرق في حياتي. ف في حاجات كعبه كثيره يا اخي بتحصل لنا، في اخفاقات كثيره شديد، بس بيبقى انه بتبقى قدام خيارين، يا تمرق نفسك براك كده تقعد اللحظات اللي بنقعدها مع نفسنا ديك، يا اما تكون حولك من حسن حظك في ناس كويسين قادرين انهم هم يخلوك تمشي لقدام. فالحاجتين ديل نحن بس مفروض انه يعني هسي حاليا في حاله احباط ما طبيعيه، وفي الناس السلبيين اللي بيقول لك يا اخي ما بتقدر ما بتعرف، فقدر ما نقدر انه نتجاوز الناس ديل بيكون احسن، بس في نفس الوقت ما بينفع نكون حالمين زياده عن اللزوم. الحلم بنفصله مع الامكانيات بتاعتنا، يعني انه قدر قدرتك احلم، حتصل الليمت بتاع القدره القديمه وحتلقى انك انت طورت قدره جديده، تاني الحلم بيتطور بيبقى اكبر، بتلقى انه انت ماشي الدرجات ماشيه، لكن ما بينفع انك انت من هنا عايز طوالي تطلع هنا، هنا ده ياهو الفشل بيواجهك وبتبقى في القصه بتاعت انه ما عايز احاول تاني خلاص. تحية عبرك ل ياسين، في سؤال والله عجبني في الفيسبوك، ود الحسين بيقول لك يا ساره، استاذه ساره، هل مخرجات تعلم رياده الاعمال بتولد افكار جديده لمشاريع جديده ترفع مستوى الاقتصاد بصوره جذريه، ولا في الغالب تجويد للبزنس موجود؟ سؤال انتهى فول ستوب. سؤال نمرة 2، ما هي الخطوط العريضة لتجنب فشل أفكار جديدة للبزنس؟ سؤال سمعتيه؟ يس. طيب الجزء الأول هما الاثنين يا ود الحسين، هو ريادة الأعمال هي أفكار وبزنس بيطور الإيكونومي، أفكار ممكن تكون جديدة تماما، أو هي ممكن تكون امتداد لنجاح أفكار موجودة، بس زي ما قلنا قبل إنك أنت بتضيف عليها البصمة الخاصة بتاعتك، بتغير في الفانكشن، بتغير في الأيديا ذاتها، الملامح الأساسية بتاعت الأيديا، بتغير حتى في اللوكيشن، ممكن تحول من مكان لمكان، ممكن تغير النوع بتاع الكستمرز ذاتهم اللي أنت متوجه لهم، في طرق كثيرة شديدة أنت بتقدر تطور بها الفكرة الأوريدي موجودة. السؤال الثاني كان شنو يا هيثم؟ السؤال الثاني، الخطوط العريضة لتجنب فشل الأفكار الجديدة للبزنس، تجنب فشل الأفكار الجديدة للبزنس. حاجة واحدة مشتركة بين كل الأفكار، خليك واثق في فكرتك، اتمسك بحلمك بس بتنجح. في سؤال برضو من عبد الله قمر، ايوه نعم، بيقول لك هل مش هل سوري سؤال، في تطوير الأعمال في تحدي بيلاقي معظم الناس، وهو المسؤوليات والأدوار المتعددة في العمل، مسؤولية الأعمال، هل دي حاجة صحية إن الواحد في العمل يكون له أدوار ومسؤوليات متعددة؟ فول ستوب. ده سؤال. طيب أول حاجة عبد الله قمر ده، أنا واحدة من الحاجات اللي عملتها في الفترة اللي فاتت، إنه قررت أنا ومعاي 4 من أصحابي، واحد منهم عبد الله قمر ده، إنه نحن عايزين نعمل بيزنس وما عندنا ولا مليم، كلنا مفلسين، ما في زول فينا عنده قروش، لكن أي زول فينا عنده شيء في راسه بيعرفه كويس. عبد الله قمر ده زول بتاع سياحة، شاطر جدا في السياحة،
عنده كتاب عديل كاتبه. أنا يا هو مسكت البيزنس ديفلوبمنت، معانا تاني 3 أنفار، قلنا خلاص إحنا حنبدأ بيزنس. بدينا بيزنس، بدينا شركة سميناها سيليكون جروب، اللي هي اللي عملت هسي عملنا الفيديو ده اللي هو ده عمله الزول، يعني معانا واحد برضه زول شاطر جدا بتاع تصميم اسمه عصام هبوش، هو اللي عمل الحاجة دي. فقلنا خلاص إحنا حنبدأ بيزنس. بقت دايما عبد الله ستيل عنده الهاجس بتاع توزيع المسؤوليات. انا بشوف، انا عندي نظره مختلفه لقصه المسؤوليات. انا بشوف انه المسؤوليات بتتقسم على حسب المرحله اللي فيها البيزنس. يعني أتفق معك. يعني مثلا البيزنس باديه ده، انا ممكن في بدايته امسك القصه بتاعتي اني اعمل بيزنس بلان مثلا. بدينا البيزنس، بعد شوية أنا خلاص إنه أنا حأمسك يا شباب، خلاص أنا حأمسك مثلا الميديا. بعد شوية خلاص إنه المرحلة اللي هسه إحنا فيها اللي بقى عندنا فيها برودكتس وكده، أنا حأمسك الحاجة الفلانية. على حسب المرحلة اللي فيها البزنس المسؤوليات بتتوزع. ممكن الزول اللي كان ماسك الحاجة دي هنا بعد شوية يكون ماسكة هنا، ممكن يرجع تاني باكورد. دايما الطريق فاتح للحركة بين حتة وحتة. دي إمكانياتك اللي بتأهلك لأنك أنت تمسك شنو في المرحلة دي اللي بتحدد المسؤولية بتاعتك عاملة كيف. طيب فتوزيع معك، المسؤوليات ما مطلق. نتفق معك تماما، إجابة نعم. موجزة. معنا أيمن عمر، اتفضل. ممكن تعمل أميوت لنفسك يا أيمن. السلام عليكم، مساء الخير. أنا أيمن بشير عمر، وزابلت سارة في سكول أوف ماس. كيفك يا أيمن؟ كيفك يا سارة؟ إن شاء الله كويسة، مساء الخير الحمد عليك كمان. لله، الله يعافيك. هو أنا عندي سؤال أو تساؤل فلسفي شوية، اللي هو إنه المعرفة اللي هو الزول بيتلغاه مرة في، يعني في، يعني في زي حالتك دي، في بلاد أو في كتب أو في ريسورسز تكون بعيدة عن واقعنا. فهل الزول لما يجي يعمل ترانسفير للمعرفة دي، سواء كان ترانسفير للمعرفة أو للتطبيق بتاعها، هل في ترانسفير ده زول بيحتاج يعمل كاستمايزيشن ولا لا؟ لانه انا في تجربتي هنا في جده، شغال في شركه اسمها ميرسك، متخصصه في الملاحه. مرات بحس انه في حاجات بتتعمل على مستوى المكتب الرئيسي بتاعنا في كوبنهاجن، بمفترض الغرض منها مثلا تحسين الكاستمر اكسبيرينس. بحسبها على المستوى الشخصي، ما عارف هي غلط ولا ما غلط، بحسبها مرات ما فيتنج للواقع بتاعنا في جدة او في السودان مثلا. فهل انت حتواجهي بتحدي زي ده ولا لا؟ ده الجزء الاول، لسه انتظريني شويه. ده كل الجزء الأول يا أيمن؟ الجزء الثاني مرتبط، الجزء الثاني ما صعب، مرتبط بهو شديد. بعد ذاك اذا الزول قام مشى من الحته اللي هو من المعرفه اللي هو اكتسبها دي، وجا بعد في مرحله الترانسفير للمعرفه وتطبيقه وكده، هل انت منتبهه لانه الواقع بتاعنا والمجتمع اللي بتاعنا بدل ما انت تغيري فيه هو يقوم يمتصاكي؟ يعني هل دي ريسك وانت منتبهه للريسك دي ولا لا؟ يعني انا خايف، مش خايف، انا ما بقول لك خايف، لكن قصدي هل الزول مفترض يعني الزول مفترض يخاف من الحاجه دي، ولا مفترض ما يخليها في باله لانها ما طيب حتحصل ولا يصح الا الصحيح مثلا؟ فهل في ريسك زي دي ولا ما في ريسك؟ طيب يا أيمن انا كده انتهيت نجاوبك من الكلام ثاني. كويس، تمام، بركة سمعت الصوت بتاعته. تسلمي تسلمي، سلامات. طيب الجزء الأول يا أيمن، إحنا عندنا ثوابت وعندنا متغيرات. الثوابت هي الأهداف. يعني شنو؟ يعني الرئاسة بتاعتكم اللي في كوبنهاجن عندها هدف، إنه قالوا لكم إحنا عايزين الربح السنة دي يكون بنسبة 30%، ده الهدف. المتغيرات الطريقة اللي إحنا بنحقق بيها الهدف. الطريقة اللي بيتحقق بيها الهدف في السعودية ما نفس الطريقة اللي بيتحقق بيها الهدف في الإمارات، ما نفس الطريقة اللي بيتحقق بيها الهدف في جنوب أفريقيا، في غيره في غيره. الفكرة بتاعت نقل التجربة أو نقل النوليدج، إنه أنا عندي جول، عندي ألتيميت جول إحنا بنقول له، الهدف النهائي بتاعي، لكن الطريقة الدربة اللي أنا حأمشي بيه عشان أنا أصل الهدف ده بيختلف من بيئة لبيئة، من مكان لمكان، من في بلد فيها قوانين بتدير بتاعت إدارة أعمال أو قوانين تجارية مختلفة عن البلد الثانية، في نوع كاستمرز مختلفين بيختلفوا بحسب السوسايتي بتاعتهم.
المهم انت في النهايه هتحقق الهدف كيف. فنحن اللي بننقله في الاساس الهدف، انه ياخذ الهدف، بس تحقق الهدف كيف، هنا انت لو ما راعيت للبيئه المحيطه عمرك ما هتحقق الهدف ببساطه شديده. السؤال الثاني نسيته يا ايمن. عامل ايه ميت ايمن؟ ايوه ايوه، هو السؤال الثاني يعني قصدي هو مرتبط بالاول، انه بالبيئه المحليه، هل الدول لما نيجي راجع ساره شخصيا على المستوى الشخصي لما ترجع السودان، هل في ريسك انه هي بدل ما تقوم تغير يقوم يعني يقوم يعني المجتمع يمتصاكي زي الزول اللي جابه يعلموا الانجليزي وبعد 5 ايام ضرب الباب قال له داير العواض، فهمتي يعني دل 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 دل. والله يا أيمن دي بتعتمد على إنه نفس الكلام اللي قلت لك في الأول، إنه أنا ماشية بهدف معين. أنا لو ما كنت يعني عندي التولز، أي زول بينجح بالتولز اللي عنده، النجار يا هو بالشاكوش والمنشار وكده. الزول زي جاي بنوليدج، عندي إكسبيرينس، عندي معرفة معينة، دي تولز أنا بالنسبة لي أنا متملكة. التولز دي أنا هترجمها كيف؟ هنا بيظهر يا هو الشكل بتاع التحدي ده. أنا لو ما فاهم الكوميونتي كويس ما حقدر إنه أنا أخلق لنفسي فيه مساحة عشان أقدر أبدأ أنشر في الشبكة بتاعتي دي. فهو إكزاكتلي الحاجات عاملة كده، عندك التولز، فاهم الكوميونتي، بتنجح، بتمشي، بتقدر تغير المفاهيم دي شوية شوية. ما عندك التولز، جاي بس أنا بعرف كده وأنا بسوي كده وتغاضيت، يعني غضيت الطرف عن المجتمع ده عامل كيف، النسيج المجتمعي ده عامل كيف، البيئة بتاعت العمل عاملة كيف، وحاولت تخلق بيئة مختلفة تماما from the scratch، لا أنا مميز وأنا مختلف وأنا جاي أغير لكم أي شيء وإنتوا بتعرفوا أي شيء، ده الفشل بعينه. بالضبط كده، يعني دي نقطة مهمة جدا، دي بالذات للناس اللي بيمشوا مثلا، بالذات يعني دي في مجال الحكومات، يعني بيمشي وشهادات كثيره ويقول لك والله نجح في منظمه كذا ونجح في كذا، بيجي هناك بيفشل. طبعا اكيد بيفشل لانه بيتعامل بنفس الـ بنفس الـ بنفس المنتاليتي. طيب يا سلام، انا عندي سؤال لك ما قدر افادني لو في طريقه بعد. تفضل يا احمد. معلش ما قدر افادني طبعا. اول حاجه السلام عليكم، برضو بحييك من قلب الظلمات زي الترابي كهرباء غلط. فهو السؤال بتاعي سؤالين لكن ما عندهم علاقة كثيرة ببعض. السؤال الأول بالنسبة لأنك ذكرتي، أنت ذكرتي بكلمتين ذكرتيها في التحديث، أنك كنت في آلية تشوفوا مثلا ده تربط مثلا عملية تثقيفية بين مثلا الفوند يحصل كيف من الجهات عشان تمويل كيف، كان ذكرت حاجة بالشكل ده. عاوزك بس بعدين قوليت الآلية انت ذكرتيها، انت قلت زي عملت دراسة بين أوروبا كيف تعمل فوند يزور في السودان وحاجة بالشكل ده، لكن كنت حاجة عابرة كده، فأنا عارف معلومة أكثر عنها. الحاجة الثانية هو قريب لسؤال أيمن. أنا طبعا عندي تجربة شخصية، أنا بس حقولها ببساطة، في زول برا السودان تمام بحاول، أنا طبعا بدون نيمز، بحاول بعكس آليات السودان هنا. إحنا طبعا وضحنا له إن الحياة دي في السودان ما هتنجح بالنسبة للبيئة وكذا. فهو بالنولج بتاعته عالية شديد، عالية شديد، يعني الكونسيبت بتاعه رهيب، وإحنا بنتكلم في الكونسيبت بتاعه، لا هو أوكي الكونسيبت بتاعه بوتوم تو اب تو بوتوم وكذا، احنا قلنا في السودان ما بينفع. في حاجات كثيره بتنفع معنا هنا في السودان. ايوه. فتكلمنا معاه فلا هو لسه مصر على الراي. ايوه. ففي تضارب حاصل بين الاراء بيناتنا. فما عارف، لكن هل تعتقد انه انت كنت بتعتمد النجاح على الزول ذاته والنولج بتاعته، لكن النولج بتاعته لو في السودان تمام؟ انا ما حقول ان هي ما بتنجح، لكن انت عشان تنجحها محتاج تغير سيستمك كامل هتتنجحها. او او ممكن تعمل على سيستمك الموجود، ممكن تعمل اختراق بالسيستمك، لكن بحيث انك اهدافك ما تتنازل عنها في المدى البعيد. المدى القريب انت المفروض تعمل بروسيس معين عشان تقدر توصل للاستراتيجي بتاعك، الاهداف اللي انت النولج اللي وصلت لها ده انا قال رؤيتي، لكن هم مصر النولج تخش زي ما هي تطلع زي ما هي، اذا ما طلعت هو ده الحاصل يعني.
ما عارف فهمت قصدي. يا فهمت تماما، هذه ممكن تكون مشكلة بتواجه ناس كتار شديد. عارف يا أحمد إنه مرات إنه كل الناس، أي زول، أنا بالنسبة لي أي زول دوافعه كويسة، أي زول قرر إنه داير يعمل حاجة الدافع بتاعه أكيد كويس، بعد ذاك بيبقى أنت تترجم الحاجة دي كده. فيها هون الناس اللي بيكونوا مصرين جدا انه الحاجات دي كونكريت ثابته ما بتتغير، بس اشيلها من هنا اخدها هنا، اشيلها من امريكا اوديها السودان بضبانتك، متاسفه على الكلمه، زي ما هي كده انا اوديها. في زول واقع عليه فاهمه كويس انه لا، هي احنا حنشيلها هي حنوديها، لكن في النص كده حنظبطها على حسب الحته اللي هي ماشيه تمشي عليها دي. فهنا ده ياخد التحدي ده بيظهر هنا. ممكن تتكلم كتير معاهم، ممكن تقول، لكن هو بس لأنه شايف يا كل حتة بتاعته اللي بيعاين بيها دي، فما حيعاين انت بتقول في شنو. ممكن انه الا لما يجرب، الا لما يجرب ويفشل ممكن بعد ذاك يكون مستعد انه يسمع، وممكن برضه ما يسمع. فعلا لا هو جرب وحس، هو ما عمل تغيير لكن حس نفسه المشكلة ما منه. يا ممكن ممكن. طيب شكرا يا ابو حميد. عندنا معنا عماد، عماد بيقول، عماد الفيل بيقول شكرا استاذ ساره. سؤالي هو انه اغلب المهندسين او المهندسون اضافوا الى تخصصاتهم الهندسيه ماجستير اداره اعمال، تمام، وبحكم انهم الجهه التي تلين بهذا المجال بالذات في الصناعه او خلافه، فما هو رايك؟ هل من الممكن ان يقدموا تطوير يفيد هذا المجال ام هناك نواقص يحتاجونها؟ خليك ده فيه انا طبعا بطلب مساعده هيثم في الاجابه على السؤال ده. كان شنو بالضبط؟ السؤال هو بيقول انه المهندسين دائما التخصصات بيضيفوا للتخصص بتاعهم ماجستير اداره اعمال، تمام، يعني بالذات الام بي اي. ايوه، وبحكم انهم الجهه التي تلين بهذا المجال بالذات في الصناعه او خلافه، فما هو رايك؟ هل من الممكن ان يقدموا تطوير يفيد في هذا المجال ام هناك نواقص يحتاجونها؟ طيب انا طبعا اكلت نقاش كثير مع المهندسين. اول حاجه زي ما قالت ساره، انا ما في جرب، يعني هي حولت الاجابه السؤال ليه؟ لانه اول حاجه هم ناس تكنيكال. إدارة الأعمال أنت بتدرس كل عمليات المؤسسة سواء كانت ربحية أو غير ربحية، تدرس كلها مع بعض، تمام؟ أنت مسيرتك من البكالوريوس إلى أن تتخرج وتكون خاطي في عين في رأسك أنك تشتغل مجال معين، بتكون أنت في المرحلة بتاعت الاطلاع والدراسة في المجال البزنس، تمام؟ لما نيجي نعمل MBA بنشوف النواقص كانت شنو ما بين الحاجة اللي قريتها أنا ومتطلبات سوق العمل والحياة العملية، كانت شنو بجي أكملها وين؟ بجي أكملها في الـ MBA. بعد ده بكون شنو رؤية بقت عندي كاملة، الحياة الأكاديمية زائد الحياة العملية زائد اللمسة بتاعتي اللي أنا بتضيفها لي. المهندس هو ناجح في إنه هو يشتغل في مجال، لكن هو تكنيكال، أي ما ممكن ينجح المؤسسة لأنه هو عارف التفاصيل التكنيكال، لكن من غير استعانة بإصطاف مختلف في تخصصات مختلفة هو ممكن يكون عنده الحتة بسميها القيادة الليدرشيب، اللي ممكن يكون عند المهندس عند الدكتور عند أي زور، ده ممكن يكون عنده الليدرشيب. عشان كده هو نجح لأنه هو عنده الليدرشيب، مش عشان هو عنده MBA. لأنه أنا قريت MBA لكن المقررات ما بتديك الفل، بتكمل ليك الحاجة اللي انت قريتها في ال، يستحيل طبعا يستحيل انك تكون اولمبيا، لكن احنا بنحاول بنقول يا اخواننا الزول يعملوا زي ساري شديده وفاهمه، حددت هي ماشيه شنو، انا حددت انه ماشي اقرا شنو وبناء على شنو، يا استاذ انا مشيت ليه في حتته بناء عليك وانت النولج بتاعتي. بنتمنى لهم النجاح. المهندسين احنا ممكن نقول عندهم قرايتهم الهندسيه اثرت عليهم بنواحي كثيره، اضافت عندهم حته الليدرشيب، فعشان كده ممكن هم يكونوا ناجحين. ده ممكن اعتبره اجابه. هو طبعا طبعا اضافه لكلامك يا هيثم، مسح في جامعات بيجت تعمل الام بي اي كستمايز، يعني تخصصه مثلا ده للمهندسين، ده للاطباء، ده لاداره المستشفيات كده يعني. ممكن اجاوب كمهندس.
تفضل. طبعا احنا في الحياه دي برضه مرينا عليها كثير نقاشات فيها. انا طبعا استاذ جامعي ومهندس، فانا كنت في رايي، كان كلمنا في وزاره التعليم العالي او في الوزاره، انا كنت في رايي انه ما ضروري يكون المنصب طبعا بده لي استاذ جامعي او بده. انا قلت يا جماعه ممكن عادي يجيبوا زول ديفلوبر مثلا. سوري محمد، احمد معليش اعمل اميوت. اوكي اوكي انا ما عرفت سمعت اي نقطه. المهم انا كنت بتكلم في انه احنا عندنا مشكله هنا، ده مثلا في وزارات كثير في السودان، مثلا وزاره الثروه الحيوانيه ما بده اداره الا لزول خريج بيطره، اداره التطوير ذاته بتاعت الديفلوبمنت، يعني ماسكه حته قريتها ساره واجتهدت. هي لو جات في حته في حكايه يقول لك لا احنا الجهات دي ما بنديها لزول خريج حته الفلانيه، مع انه هو تخصصها. فاحنا عندنا مشكله كبيره شديد. فانا بس بالنقطه دي معني يعني التخصصات، يعني مثلا في تخصص ديفلوبمنت ده تخصص ضخم جدا، لكن انا ممكن ابي كورس واحد او سمستر واحد ويدوني لي او بماستر، فبعتقد انه ما 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 مكاني ده. بس رؤيتي فيه برضه. شكرا. طيب ناخذ سؤالين سريع من الفيسبوك. في معاويه محمد بيقول سؤال: استاذ ساره، هل خوف من ارتفاع السعر منتج معين؟ كيف يتم اتخاذ قرار مناسب فيها في حالة شراء أو عدم شراء؟ قول لي الكلام السؤال ما لكن كيف تطور البيزنس لو عندك مثلا مشروع صغير بتاع دكان منتجات غذائية مثلا، يعني كيف تطوره؟ أفكار كثيرة. مثلا عندك دكان في الحلة، نقول إنه عندك دكان في الحلة، الدكان العادي بيكون بيجوا ناس الحلة بيجروا منه، عنده عدس والحاجات دي. طيب باي الزول ده يا إما حيكون مكتفي بالدائرة بتاعت الناس اللي في الحلة، أو داير يكوش على الحلة جنبها والحلة جنبها برضو. تمام، نقول إنه الزول ده الطريقة اللي بيفكر بيها إنه هو عايز يعمل ديفلوبمنت للبزنس بتاعه ده، وعايز إنه يكبر الكمية بتاعت المستهلكين بتاعينه، وبالتالي البيزنس بتاعه حيبقى أحسن وحيجيه بروفيت أعلى. تمام؟ حيعمل شنو؟ كان بيبيع الفول خات قدرة بيغطيها بالشوال داك، القدرة من تحت فيها سكن أسود مثلا. الخطوة الأولى غير القدرة ببساطة شديدة. تمام؟ الحاجة الثانية الحاجة الثانية دي هنا نحن بنقولها كثير للناس اللي هنا، إنه بتشوف المنتجات اللي ما عليها حركة كثيرة. مثلاً يا أخي ناس الحلة دين ما بيأكلوا تونة، إمكانياتهم ما بتسمح، جبت التونة دي قاعدت في الدكان، ما عندك الخيار بتاع ترجع التونة. طيب أنت داير ناس الحلة دين ينتبهوا، والحلة اللي بعديها دي كيعرفوا إنه في دكان بتاع حاج سعيد ده مثلاً قاعد هنا، تقوم تعلق لك ورقة يا أخي، اكتبها بالقلم ساي، ما إلا تكون ورقة فنانة يعني. قول لهم يا أخي ثلاثة علب تونة شيلهم، بنديك الرابعة مجان. الخبر ده حيمشي كده في الحلتين والثلاثة حلل، وحيجوا ما بياكل تونة ذاته حيجي ما حاجة مجاني، وين المشكلة؟ فأنت كده بديت خلاص، في ناس عرفوا إنه الزول داك عامل الحاجة دي ونمشي له. بعد ذاك بتزيد مثلا الفلكسبيليتي بتاعت التعامل، إنه أوكي أنا حديك في الكراس لحد مبلغ كده، أكتر من كده إنه أنا ما حديك مثلا، وما دايري ضمانات أكتر من كده باخد بضمانات. الحاجة دي برضو ممكن تكون محفز لناس إنهم يجوا. يا أخي اسمع، أنا ممكن أودي لك البيت، جيب لك ولاد صغير كده قاعد جنب الدكان حق فلانة يا أخي، أنت ما عشان ما بتقدري، بس عندنا تلفون هذا عملناه في الدكان، أضرب يقولي داير شمال حرسل لك الولد يجيب لك الحاجات البيت. تمام؟ دي ممكن تكون سبب إنه البزنس بتاعه يكبر ويتغير. أوكي؟ يتعاون مع نسوان في الحلة، أنت عارف إنه مثلاً إمكانياتهم تعبانة، لكن فلانة دي مثلاً بتطبخ كويس، فلانة دي فنانة بتعمل مثلاً الحاجة الفلانية، بتعمل طرح، بتعمل تياب، بتعمل وريفر، أعمل لها ركن صغيروني كده جنب الدكان، خليها تجيب حاجاتها تعرضها. جيب بتاع خدار قاعد جنب الدكان، عشان المرة اللي حتشتري خدار تخش الدكان تشيل صلصة وتشيل بصل وتشيل زيت. ده عندنا إحنا حاجة اسمها الكومبليمنتري، الحاجات التكميلية،
سكر وشاي. اوكي انت بتحاول انك دائما الشيء التكميلي اللي بيكمل بضاعتك ده يكون جنبك عشان الزول يمشي له ويجيك داخل انت طوالي. فهي الافكار كثيره شديد وبسيطه وممكن تتعامل بسهوله شديده، عايزه بس حبه ابتكار كده. كان ساي نظف الدكان بتاعه ده وضربه بوهيه، الناس برضو بجوه. انا طبعا اكثر حاجه بي بي يعني بتشربها جدا ويعني اللي هم ستات الشاي، يعني ليهم التحيه والتجل والتقدير. يعني بجد انا لو عندي حاجه يعني بقدر املكها اعملها اليوم بعملها اليوم يعني. ف يعني نصيحه لهم كيف يطور البزنس بتاعهم يا ساره؟ ست الشاي دي والله انا ما عندي افكار محدده، لكن انا عارفه انه هي ممكن تعمل حاجات كثيره شديد. شايفاهم هسي مثلا في شاي وفي لقيمات، في يعني يا هو الحركه بتاعت الكومبلمنتري برودكتس دي. ممكن في حاجه احنا ما قاعد ننتبه ليها شديد في اليونيونز، عشان كده انا بركز على الناس الليس ادوكيتد اكثر، ما عارفين حقوقهم شنو، الحاجات اللي بتقدر تخليهم يتطوروا. يعني ستات الشاي دي نسوان مكافحات خلاص. اتخيل انه ستات الشاي دي بالاصرار والعزيمه اللي عندهم دي والمسؤوليات الكثيرة على فكرة بتكون دافع للزول عشان يا ينجح ما عنده حل. الناس دي عليهم مسؤوليات ما طبيعية. تخيل إنه ستات الشاي دي بدل الفهم العقيم بتاع إنه ست الشاي دي بتتشاكل مع ست الشاي جنبها في كرسي وكرسيكي وبمبري وبمبري وبتاع، لو الناس دي مع بعض عملوا يونيون، عملوا تجمع كده بتاع ستات الشاي، تمام؟ تجمع ستات الشاي ده بيقدروا يعملوا بشنو؟ بيقدروا يضغطوا بيه والزول اللي بيشيلوا منه البن، بدل ما بديهم الرطل ب 500 بالتجمع ده بيشيلوا منه الرطل ب 300 ولا على كيفه. خلاص ما القرار واحد بيطلع من جهه واحده، تمام؟ الزول اللي قاعد يجي يجبرهم يوزع لهم الكراسي واجر لهم الكرسي مثلا ب 5 جنيه لعشة ب 5 جنيه لأماني هناك ب 4 جنيه لانها بتقول له كلام ظريف مثلا او لانها بتحلته. اوكي لو في التجمع ده ذات ولا دايرين ناجر منك كراسي مثلا، تمام؟ الدرجه بتاعت الهايجين، درجه النظافه، الدرجه اللي هم بيعملوا بيها برزنتيشن لحاجاتهم، الكباب، الصواني، لما يكون في اليونيون ده بيقدر انه يخط الكرايتيريا الاساسيه، بيقدر انه يساعدهم هم عشان الكوست بتاعت منتجاتهم دي تكون اقل. دي كلها حاجات حتساعدهم اكثر انهم ينجحوا. انا خليني اضيف يعني اضيف كلامي لكلامك يا معلش يا ياسين. الحته دي انا كان ذكرتها في الحته بتاعت التعاونيات، اهميه التعاونيات في الارتقاء بناس المهن الهامشيه، بحيث انه هم اصلا زي ما انت قلتي محدودي المعرفه وكده. فنحن بنحاول انه التعاونيات دي بالمناسبه ما همها تجيب عيش وتجيب سكر، لا اللي هم بيجتمعوا مع بعض فيتعملوا، بعد ذلك بندخل لهم مفاهيم بتاعت الاداره الحديثه، كيف يكون عندهم ضمان اجتماعي للكل، اذا في واحد عيت مرضت بغطوا الحاجه دي من خلال شنو؟ من خلال التعاونيات، يوفروا لنفسهم المساحه، يكون عندهم كل المعدات اللي حقتهم في النهايه، ما حقت زول في النهايه، حقتهم هم وهم بنفسهم بيعرفوا يمشوها. فده بيرجعنا الحته بتاعت انه التعاون ده مدخل مهم جدا في السودان للارتقاء بزاوية المهن الهامشيه. عذرا يا ياسين، تفضل. الله يديك العافيه. طبعا احنا خلاص قربنا على الساعتين يا ساره، شوفي نحن كفانا بعد يا ياسين، نازل كفانا روعه خلاص يعني مشارف الختام. يعني نصيحه للشباب، احلموا. انا دائما بقول للناس احلموا واتفائلوا، والحلم ما تحلموا وانت راقد في السرير ولما تصحى تقوم تخليه. الحلم قبل قلنا لا بيمشي لا بيطير، الحلم ده بنحوله لواقع باننا نحن نترجمه لاهداف. الفرق بين الحلم والهدف انه الحلم عشان يبقى هدف بيتحول لفكره، الفكره دي عشان نحققها بنستغل الموارد اللي عندنا، بنستغل حتى صفاتنا الشخصيه. انت زول ظريف اعمل لك حاجه خدمه مجتمعيه مثلا، انت زول فت اعمل لك حاجه برضو في الحاجه بتاعتك دي، انت زول بتتحرك كتير اعمل شركه بتاع الدليفري مثلا.
يعني دائما حاولوا اعرفوا عندكم شنو وبتقدروا تسخروه وكيف. الحاجه دي ما بس على المستوى بتاع البيزنس، حتى على المستوى الاجتماعي. العلاقات الاجتماعيه دي حاجه كويسه شديد على فكره، بتعمل لنا سبورت قوي شديد في حياتنا. في حاجه كده انا برضو بقولها ممكن تكون عندها علاقه بالموضوع، حاول انك انت ما تكون مؤذي للي حولك، لا بكلمه لا بتصرف ولا بأي شيء. ما تكون مؤذي. طول ما أنت ماشي في الطريق بتاع إنه أنا كويس والحواليك كويسين، شفتوا القصة بتاعت إنك أنت تخد النية كويسة في حوالينك، دي حاجة مهمة شديد، بتخليك تمشي كويس شديد. حتى الحياة السلبية ما تنتبهوا لها. أنا قاعد أشوف الحاجة دي هسي كثير في السوشيال ميديا، انتقاد انتقاد، تنمر تنمر تنمر. الحاجة دي قاعد زي كأنه في ناس بيجروا فيك، بيدخلوا فيك حفرة كده ما حتقدر تطلع منها بسهولة. فما تكون مؤذي، خليك كويس تجاه نفسك وتجاه اللي حولك. النتائج بتاعت الحاجات دي ممكن ما تظهر طوالي، ممكن تاخد وقت طويل شديد عشان تظهر. لحد الوقت ده ما يجي انت ما مفروض توقف ساعي، واصل واصل براك، اخلق لنفسك مجموعة دعم من أصحابك من أهلك ناس ما بتعرفهم، اعملوا اي حاجه بس ما توقف. مهما فشلت ما تقف، الفشل بدايه نجاح. انا الحاجه دي بيقول علي زول بحترمه جدا، كان بيقول علي مديري كنت زمان في حزب بناء السودان اسمه عاصم خضر. عاصم خضر كان دائما بيقول لي ساره الفشل بدايه نجاح، وانا مؤمنه بالحاجه دي. وكان بيقول لي اعمل الحاجه اللي ما بتحبها نفسك. اللي ما بتحبها نفسك كيف؟ إنه أنا الأريح لي إني أرقد في سريري يا أخي، أنا عايزة كده، لكن نفسي ما عايزة تتعب، فأنا بعمل الشيء ما حابة ونفسي بمشي بتعب، بمشي بطلع في البرد. فميلوا أكتر للحاجات اللي نفسكم ما دايرة، أعملوها وتحدوا نفسكم وبتنجحوا. وخليكم إيجابيين، لسه إحنا قدامنا كتير. أنا عن نفسي مؤمنة بالشباب السوداني جداً، ومؤمنة تماما إنه السودان حيكون من أحسن الدول قريب. ما تكذبوا على نفسكم، الما عارفه اعترف لنفسك إنك ما عارفه وامشي تعلمه عشان تبقى زول أحسن. أسوأ حاجة الزول العارف نفسه ما عارف وبيعمل فيها عارف، ده أسوأ نوع من البشر. فحاول إنك ما تكون تبع الفئة دي. لو ما عارف يتعلم، التعليم بقى سهل ومتاح بالإنترنت، بتتعلم بالكليات بالكورسات، في كم طريقة ممكن تتعلم بها. تتعلموا التعليم ده في كل الأحوال مفيد، حتى لو ما حسيت بفائدة هسي حيفيدك إن شاء الله. ومعليش طولنا عليكم شديد الليلة. يعني شكرا شكرا يعني لعنان السماء، يعني صراحة يعني استمتعنا وكل الناس المعان استمتعوا، يعني هيثم وأحمد داود وأيمن وهشام خالد. الناس قالوا ليك ولا بتقول براك يا ياسين؟ لازم نعم طبعا. كيف يا أخي رسائل ما عادية يعني، فشكرا لك والله. وأنا شكرا بتاعتك واعتز جدا بإصرارك، ومثل يعني لكل الشباب يعني، فكتر خيرك يعني والله نيابة عن أسرة. يعني أول حاجة طبعاً أشكر معانا أخونا المشرف في مبادرة الباحثين محمد محجوب من فريق اللي هو مدير فريق المبتكرين الصغار، هو اللي رشح بالمناسبة. أيوة. فشكراً لك كثير يعني، شكراً لك، ونتمنى إن شاء الله نتلاقى في مساحات. محمد ولد مجتهد وبيعمل في حاجة كويسة شديد، ومحمد والشباب اللي معاه مثال حقيقي والله حق الناس فعلا ينتبهوا ليهم اكثر. نعم محمد وحيدر واحمد الشباب ما شاء الله يعني. أيوه. شباب المفروض والله يعني طوال الشباب يتابعوهم وياخذوا منهم يعني، لانهم نماذج مضيئه يعني للشباب السوداني. ايوه ان شاء الله. وعيش زول له قيمه ازعج الناس بوجودي، زي نظاره غصن طيب كل يوم اخضر عودي، ابقى دار لكل لاجي او حنان جوا الملاجي، ابقى للاطفال حكايه حلوه ضمن الاحاجي، بيها يتهنوا وينوموا واحرسهم طول ليل ساجي. شكرا ساره، شكرا لكل الناس اللي تابعونا، والى اللقاء في خميس اخر وونسه جديده مع على دروب النجاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعمر ودره وماسه اولادي الليله هم قالوا حيحضروا الحلقه، فازيكم؟ ما شاء الله. يلا السلام عليكم جميعا.